السلام عليكم. لا عدالة ولا مساواة ولا مصداقية يمتلكها المجتمع الدولي من أجل الحفاظ على ذاك القانون الإنساني الدولي الذي من المفترض أن يحترمه الجميع. لا عدالة في احترام حقوق الإنسان الذي صدع ذاك الغرب المستنير بها رؤوسنا حتى صدقنا أنهم ملائكة. فعلى الرغم من أن الدمار والدم والنزوح للشتات والمجاعة كانت صورا تطبع فيها أو تطبع فيها قطاع غزة لأكثر من 8 أشهر، ما زال الصوت الدولي خجولا بائسا فاشلا في أن يخرس آلة الموت الإسرائيلية. ما زال الموقف الدولي بعيدا كل البعد عن إمكانية الحل سوى الصراخ لامتصاص غضب الشارع لديه، على الرغم من كل النداءات الإقليمية والمفترض أنها تستهجن ذلك، والرفض والاستهجان لتغيبه ولتغييبه لصوت العقل والسماح لإسرائيل بعدم العودة إلى ذاك الصوت. فمتى يتحمل المجتمع الدولي الذي يصفه المراقبون بالأعور لمسؤولياته، ومتى يرى ذاك المجتمع أن للفلسطينيين أرض وأن الفلسطينيين شعب وحقوقهم فريضة، أن للفلسطينيين وطن اسمه فلسطين وأن أرضهم محتلة، وأنهم في ذكرى نكبتهم 76 يتعرضون لنكبة ونكسة وطمس لوجودهم ومحاولات لدفن قضيتهم؟ متى يكون للإنسانية والحق صوت يضغى على صوت الباطل؟ مشاهدينا الأكارم، متواصلون معكم في التغطية المستمرة لليوم 23 بعد 200 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومعكم نتابع من شاشة القاهرة الإخبارية التغطية لهذه الأحداث. عشوائي دمار وموت، ليش المتعبرات؟ دمرونا، دمروا الدنيا، الشوارع، البنى التحتية كلها. بارسة تنزل من الأطفال. We have seen a shocking increase in extremist disruption and criminality. I respect that the police have a tough job in policing the protests we have seen and that they are operationally independent. أكدت الرئاسة المصرية أن الموقف المصري كان واضحاً فيما يتعلق بالأزمة في قطاع غزة، وأن مصر بذلت جهداً فائقاً بالتعاون والتنسيق مع الأطراف المعنية لمحاولة التوصل لوقف لإطلاق النار وإنفاذ الهدنة وتبادل الرهائن والأسرى وإدخال المساعدات بالكميات الكافية. وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن حل القضية الفلسطينية هو حل سياسي يجب أن يقوم على أساس تنفيذ ما هو متفق عليه كحل لإقامة الدولتين، وليس من خلال الحلول العسكرية والأمنية التي لن تجدي نفعاً. وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن مصر تحملت مسؤولياتها منذ اليوم الأول وتصدت لدور شديد الحيوية والأهمية، وهو استقبال المساعدات الإنسانية من جميع دول العالم. وأشار المتحدث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على طرح رؤية مصر للأزمة في قطاع غزة خلال كلمته في القمة العربية. صرح مصدر رفيع المستوى بأن إسرائيل هي المسؤولة عن إغلاق المعابر مع قطاع غزة، وأضاف المصدر أن إسرائيل تتحمل المسؤولية كاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن الحركة تعاطت بإيجابية مع جهود الوسطاء في مصر وقطر من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة،
وأشار هنية إلى أن تعديلات الاحتلال على المقترح الأخير وضعت المفاوضات في طريق مسدود. وأضاف أن حماس تتواصل مع مصر بشأن احتلال إسرائيل لمعبر رفح الفلسطيني، وأكد هنية أن موقف أن الحركة متوافقة مع الأشقاء في مصر على ضرورة انسحاب الاحتلال من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح وكافة مناطق قطاع غزة، وشدد على تمسك حماس بمطالبها بأن يؤدي أي اتفاق لوقف لإطلاق النار لإنهاء الحرب على قطاع غزة، مشيرا إلى أن اليوم التالي للحرب في غزة ستقرره حماس مع باقي الفصائل الفلسطينية. من استوديوهاتنا في القاهرة ينضم إلينا سيد أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية. سيد أشرف أهلا بك معنا في هذه التغطية. لو بدأنا أولا بالتصريحات المصرية التي تؤكد على الدوام أن الموقف من القطاع واضح وأن الموقف من القضية الفلسطينية واضح ولا تغيير في تلك السياسات وأن مصر دائما هي داعمة لهذه القضية، في ظل تصريحات إسرائيلية تذهب إلى اتهام مصر بأنها من تعرقل المساعدات مثلا وإغلاق المعابر. يعني أولا تحياتي لك أستاذ رعد وللسادة مشاهدي القاهرة الإخبارية، حياكم الله. يعني أولا فلنبدأ من الاتهامات الإسرائيلية لمصر. هذه اتهامات عادية تأتي في سياق محاولة إسرائيل التنصل من مسؤولياتها. إسرائيل دائما وأبدا تزعم أنها حمل وديع وسط مجموعة من الذئاب، تزعم أنها تتعرض دائما لعدوان ولخطر وتتصرف بناء على ذلك، وهي تعيش وهم أنه الكل يريد أن يقضي عليها، الكل يريد أن يدمرها، أنه لا توجد دولة تريد السلام الحقيقي معها، ودائما وأبدا هي اعتادت على الكذب، اعتادت على الكذب في الحروب والصراعات الماضية عندما كانت تختلق الحجج والذرائع وتهاجم الدول أو تهاجم المنظمات في المنطقة ثم تدعي أنها تدافع عن نفسها. هذا نفس ما حدث في هذه الحرب. هذه الحرب بدأت لأنه إسرائيل من بدأت، إسرائيل هي من صعد، إسرائيل هي من يعني انتهكت المسجد الأقصى، وبالتالي كان 7 أكتوبر هو تعبير عن غضب رغم ما فيه من أخطاء، لكن في النهاية هو كان يعني حلقة في مسلسل بدأته إسرائيل منذ عام 48 وما قبلها. الآن في هذا المأزق الذي تعيشه نسيت أنها في اليوم الأول 7 أكتوبر أغلقت كل المعابر، كانت لا تريد للمساعدات أن تدخل، أوقفت دخول المياه التي كانت تأتي من شرق غزة عن طريق شركة ماكوريت لوسط القطاع، أوقفت تزويد القطاع بالكهرباء، أوقفت تزويد القطاع بالدواء بالماء بالغذاء، لأنه الملاحق الاقتصادية لاتفاق أوسلو أو ما يسمى باتفاقيات باريس تقول أنه كل المساعدات وكل الأدوية والأغذية وكل شيء يدخل عن طريق معابر شرق غزة، المعابر الأخرى مع القطاع، أما معبر رفح فهو معبر أفراد وأفراد فقط. ولكن خلال السنوات الماضية عندما ضغطت إسرائيل لإغلاق معابر شرق غزة مصر اضطرت لفتح المعبر لمساعدة الإخوة الفلسطينيين، وفي هذه الحرب كانت إسرائيل لا تريد فتح المعبر من أساسه، بل إنه كانت هناك دعوات لشطب المعبر والاكتفاء بمعبر آخر في اتجاه الشرق، ولكن مصر ربطت خروج الرعاية الأجانب، حملت الجنسيات الأخرى بفتح المعبر بالمساعدات. مصر ظلت تضغط في كل الاتجاهات، لكن فوجئنا في مرافعة إسرائيل في محكمة العدل الدولية بأنه مندوبها يتهم مصر بأن هي التي تغلق المعبر. يعني أيضا بعد احتلال إسرائيل الجانب الفلسطيني من المعبر تتهم مصر. كيف تتهم مصر
وقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل المعبر، وإسرائيل طردت الموظفين الفلسطينيين من المعبر، وهل قدمت إسرائيل ضمانات لمصر أنه إذا دخلت الشاحنات المصرية من معبر رفح لن يتم استهداف سائق الشاحنات المصريين؟ هل يعني طلبت إسرائيل بوجود طرف ثالث في المعبر؟ هي حتى لم تسمح، يعني سيد أبو الغول، حتى لم تسمح حتى الساعة لوصول الأمم المتحدة، موظفي الأمم المتحدة أو الأونروا الموجودين داخل القطاع إلى المعبر، فكيف إذن توجه تلك الاتهامات؟ فهذا يكشف مدى التناقض الذي تعيشه إسرائيل. إسرائيل كانت تشاهد حماس تقوم بتدريبات عسكرية ومنورات وتطلق الصواريخ في اتجاه البحر، ومع ذلك تتهم مصر بأنها هي التي سمحت بتهريب الأسلحة لغزة. الكل كان يعلم أن هناك سفن تسير بمحاذاة سواحل غزة تلقي المساعدات تحت سمع وبصر، أو عفوا تلقي الأسلحة في براميل في اتجاه غزة تحت سمع وبصر البوارج الإسرائيلية. جزء من الأسلحة التي وصلت غزة جاءت تهريبا من إسرائيل، الذخيرة جاءت تهريبا من إسرائيل، وكذلك الذخيرة التي تذهب للضفة الغربية. لذلك نتنياهو يريد أن يتخلص من عبء المسؤولية التي يتحملها على إخفاقات 7 أكتوبر بإلقاء المسؤولية على أي طرف كان، وليكن مصر الطرف الأكبر الذي اعتادت أن تصمت ولا ترد على الاتهامات، ربما لأنها يعني دائما وأبدا. هل تتفق مع القول الذي يقول سيد أبو الهول بأن تلك الاتهامات ربما لذر الرماد في العيون بسبب ما أقدمت عليه مصر في بداية هذا العدوان على قطاع غزة، وقالت إن الغاية هي التهجير وقتل القضية الفلسطينية؟ صحيح. يعني دعني أذكرك، اليوم منذ ساعات اعترفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه عندما اجتاحت القوات الإسرائيلية الجانب الفلسطيني من معبر رفح، طلبت إسرائيل من مصر السماح للفلسطينيين أن يعني يسيروا في اتجاه الجانب المصري، أن تستقبلوا مصر. مصر رفضت ذلك لأنه السماح بعبور مهاجر واحد أو لاجئ واحد يعني السماح للجميع بأن يخرجوا. ومصر دائما وأبدا ترفع شعار لا للتهجير، لأنه من سيخرج من غزة الآن لن يعود إليها. نتنياهو يجهز غزة لكي تبقى قواته فيه لفترة طويلة وربما للأبد، ولذلك يريد أن يبدأ عملية التهجير، وهو ما ترفضه مصر، وهو ما دفع مصر أيضا للانضمام إلى جنوب أفريقيا في دعواها في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، وهو ما دفع مصر بالتلويح بإجراءات تصعيدية ضدها قد تصل إلى مراجعة اتفاقية كامب ديفيد. ومصر منذ اليوم الأول لهذه العمليات منذ 7 أكتوبر حذرت من التهجير. في قمة القاهرة للسلام مصر أوضحت للجميع أن إسرائيل تخطط للتهجير، وهذا الكلام ثبت من خلال تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، التصريحات المتتالية، تصريحات التي كانت قد صمتت لفترة ولكنها عادت لتظهر مرة أخرى ولتظهر أن نوايا إسرائيل ما زالت هي التهجير والتخلص من الشعب الفلسطيني. ونحن الآن في الذكرى 76 لنكبة 48، يبدو أن إسرائيل تريد أن يعني تكرر هذا السيناريو وتخرج الفلسطينيين على أمل أن تصبح أرض فلسطين بالكامل هذه المرة تابعة لها، خاصة أنها أيضا تضغط في الضفة الغربية، تضغط على سكان أطراف الضفة الغربية سواء في جنين أو غيرها من خلال هجمات المستوطنين وفتية الجبال وغيرها لدفع الناس للفرار في اتجاه الأراضي الأردنية. طيب سيد أشرف، يعني رب ضارة نافعة كما يقال، هذا العمل العسكري الوحشي الذي يطال
الأهالي في القطاع، والآن يطال العمل العسكري الوحشي الضفة الغربية، هنالك شهداء وهنالك يعني مصابين ومعتقلين في الضفة الغربية وتصعيد متواصل. لكن هذا الكم الهائل من الاستهداف وهذه الوحشية دفعت الآن، هنالك تصريحات من الفصائل الفلسطينية داخل قطاع غزة إلى العمل سوية، على الرغم من كان بعض الخلاف بين فصيل، بين هذا الفصيل أو ذاك، وحتى الوضع الإقليمي مع ذلك مع تلك الفصائل قد تغير. يعني دعني أقول لك إنه الشيء الإيجابي الأكبر هو زيادة التعاطف الدولي مع الفلسطينيين، هو 143 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أي ما يزيد على ثلثي الدول قامت بالتصويت للشعب الفلسطيني للدولة الفلسطينية، هذا هو التأثير الإيجابي الأكبر. أما الحقيقة فإن الفصائل الفلسطينية دائما وأبدا عندما تكون هناك مواجهة مع الإسرائيليين الكل يشارك في تقديم يعني نصيبه من التضحيات والدماء، لأنه بعيدا عن خلافات السياسيين البيوت الفلسطينية الأم الواحدة تنجب فتحويا وحمساويا وجهاديا وشخص رابع ينتمي إلى الجبهة الديمقراطية وشخص ينتمي إلى الجبهة الشعبية، وبالتالي هذا جزء من تكوين الشعب الفلسطيني. المقاومة وما يسمى بالغرفة المشتركة هي موجودة، لكن في الحقيقة يجب أن يعني نعترف أن هناك تباين كبير في القدرات، وأن بعض التنظيمات يعني ليس بها إلا عشرات الأفراد أو ربما المئات، لكن تبقى المهمة الأكبر على عاتق الفصائل الكبرى وهي حماس والجهاد وفتح وفتح. نعم. حتى في فترات الخلاف مع حماس إلا أنه في المواجهات تقوم، وهذا ربما ما أردت أن أشير إليه سيد أبو الهول، عندما طالبت إسرائيل يوم أمس أو أول من أمس بشكل سري من القيادة الفلسطينية أن يعني هي التي تستلم معبر رفح، رفضت ذلك. وبالتالي ماذا يمكن أن يؤشر إذن، وماذا يعطي من انطباع لدى إسرائيل لقابل السيناريوهات؟ يعني أولا منظمة التحرير الفلسطينية طبقا للقانون الدولي هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والسلطة الفلسطينية هي السلطة التي وقعت مع إسرائيل ومع الاتحاد الأوروبي اتفاقية إدارة المعابر، ولذلك جاء رفض السلطة للطلب الإسرائيلي، لأن الإسرائيليون طلبوا من السلطة طلبا غريبا، هي أن ترسل موظفيها وضباطها إلى المعبر على أن يكونوا تحت مظلة أخرى، مجهولي الهوية، مجهولي الهوية أو ينتمون إلى شركة أو وهذه إهانة للشعب الفلسطيني. أنتم تقولون إن الحرب بينكم وبين حماس، إذن فلترد السلطة لأهلها، وفي النهاية الشعب الفلسطيني واحد، أبناء وحماس وفتح يعني أبناء نفس الأم، وبالتالي لن تكون هناك إشكالية كبيرة في أن يتولى أبناء السلطة مسؤولية المعبر من أجل تسهيل حياة الفلسطينيين. نعم. علاوة على ذلك كيف لإسرائيل أن تطلب من السلطة أن تخفف عنها عبء فتح المعبر في الوقت الذي تمنع عنها في أموال المقاصة، الأموال التي تدفع منها الرواتب في الضفة وغزة وتدفع منها فواتير المياه والكهرباء والغاز وكل شيء يدخل إلى سواء إلى غزة أو الضفة. إسرائيل يعني تقول أنها لا تريد حماس، في نفس الوقت تقول أنها لا تريد السلطة، في نفس الوقت تحارب الأونروا. من إذن سيوفر للناس سبل الحياة، يعني أبسط سبل الحياة؟ الأونروا تلك الوكالة التي تأسست عام 47، بها يعني نظام مهم جدا من اللوجستيات، من المخازن، من سيارات التوزيع، لديها معلومات عن المستحقين في كل مكان في قطاع غزة. نعم. وبالتالي في مثل هذه الظروف كانت الأونروا يجب أن تكون موجودة،
لكن إسرائيل ترفض هذا. واليوم رأينا مشهد غريب، نتنياهو يقول لا للسلطة ويخرج يوف جالانت ويقول نعم للسلطة، وإنه يعني لا يريد لإسرائيل أن تبقى يعني طويلا أو هي التي تدير قطاع غزة، وإنه في هذه الحالة حالة من التخبط ربما سيد أبو الهول يعني تصيب الإدارة الإسرائيلية كما تصيب حتى الإدارة الأمريكية في تصريحات متناقضة في نفس المقال. يعني هنا أريد أن أسأل، وبالتالي هذا يأخذني إلى الدور الصعب الذي تلعبه مصر الآن بعد أن يعني جاهدت من أجل الوصول إلى اتفاق، وكانت الورقة المصرية محض ترحيب من يعني الأطراف ووافقت عليها حماس. اليوم هنية يقول مثلا بأنه عفوا وصلت المفاوضات بطريقة مسدود بسبب التعديلات التي دفعت بها إسرائيل. في ظل التخبط الذي تفضلت به لتصريحات نتنياهو، وفي ظل بين رفض وقبول لهذه الورقة المصرية، كيف سيترى الدور المصري الصعب في المرحلة المقبلة؟ وهل من إمكانات لطرح ورقة جديدة تفاوضية من أجل إيقاف نزيف الدم؟ يعني أنا واثق أن مصر لن تيأس ولن تلقي بالقفاز، وستحاول مرة أخرى وثالثة، وهذا دأبها. يعني على سبيل المثال إذا أخذنا الدور المصري في محاولة الوساطة بين فتح وحماس، هذا الدور الذي بدأ منذ عام 2008 ولم يتوقف ولم ينهار، وبدأ 2008 بعد اكتمال الانقسام، لكنه أيضا يعني حتى قبل ذلك كان هناك وفد أمن مصر رفيع المستوى موجود في غزة يضغط من أجل عدم تفجر الأوضاع. للأسف عندما دخل الهواء إلى هذا الملف من خلال تقديم المال إلى هذا الفصيل أو ذاك تسببوا في إطالة الأزمة. الأطراف التي دخلت تحت اسم الوساطة وهي لا ناقة ولا جمل يعني لها في الشأن الفلسطيني غير مصر التي تربطها روابط الدم والتاريخ والجوار، هؤلاء عطلوا. ويعني لا أريد أن أذكر العالم بما قاله منذ أيام أحد المسؤولين الذين دخلوا في الوساطة أو دخلت بلادهم في الوساطة، عندما قال طلب منا ذلك، ولكن مصر تقوم بهذا العمل بناء على مصالح مشتركة، رؤية للوضع الفلسطيني. مصر لم تتوقف دائما وأبدا عن دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، دفعت وتدفع أثمان غالية. لدينا مشاكل كبيرة في ملفات أخرى كبيرة، ومع ذلك فإننا نعطي كل الأولوية وكل التركيز وكل الإمكانيات ولن نتخلى عن دورنا. نعم. منذ بداية هذه الأزمة مصر عملت على أن تكون الأولوية هي وقف العدوان، إدخال المساعدات، إعادة بناء غزة، الحل الدائم والشامل بإقامة الدولة الفلسطينية، وظلت تحاول وتحاول وتقدم الأفكار وتقرب المسافات، ولكنها بدأت إجراءات عقبية ضد إسرائيل عندما يعني حاولت إسرائيل أن تتنصل من كل هذا وتهدم كل ما بنيناه من يعني خطوات. ولكن مصر مع ذلك تحاول وستحاول وستنجح إن شاء الله في إنهاء هذا العدوان. وربما ذلك كان جليا هذا اليوم في حديث المتحدث باسم الرئاسة المصرية الذي قال على الرغم من كل ذلك نأمل لأن يرعوي، بمعنى الكلام أن يرعوي الطرف الإسرائيلي إلى صوت العقل والحكمة والعودة ربما إلى هذه المفاوضات، بمعنى الكلام ليس بالنص. الآن هنالك عاجل على شاشتنا سيد أشرف يقول أن البيت الأبيض يقول نعمل على إخراج أطباء أمريكيين تقطعت بهم السبل بعد أن أغلقت إسرائيل المعبر الحدودي الموجود على الجانب الفلسطيني مع مصر. وهنا ربما يعني يقال لي لأن إن السحر قد انقلب على الساحر، كيف ترى هذا العاجل وماذا مدى تأثيره على عملية حلحلة الأمور في رفح الفلسطينية على الأقل؟ يعني أعتقد أنه عندما يتفاوض الأمريكيون لإخراج أطبائهم من غزة
بعد أن علقت بهم السبل. هذه رسالة للعالم أجمع إنه أي دولة لديها يعني أطباء أو عمال إغاثة في غزة باتوا في مأزق، وبالتالي على هذه الدول أن تضغط جميعها على إسرائيل لإعادة فتح معبر رفح بالشروط المصرية والفلسطينية، وهي أنه من يدير الجانب الفلسطيني في المعبر هو الفلسطينيون، وأنه يتم تأمين أو عدم يعني التعرض للسيارات التي ستحمل المساعدات وغيرها. هذا هو ما يجب أن يكون الآن، تعود المساعدات للدخول إلى غزة بنسبة كبيرة، أيضا يتم السماح بخروج الجرحى والمصابين والمرضى والأطباء، كل هؤلاء يجب أن يسمح لهم بالخروج من المعبر، ويسمح لعمال الإغاثة بالدخول، ويسمح للمساعدات بالدخول، ولكن بشروط إنسانية وطنية وليس بشروط عسكرية إسرائيلية. نعم، يعني فقط للتأكيد على كلام متحدث الرئاسة المصرية حتى يكون النص دقيقا، يقول أن مصر ما زالت تأمل في تغليب صوت العقل والحكمة في هذه الأزمة، بالتالي ما زالت هنالك على الرغم من كل ذلك ومن كل المآخذ المصرية، ما زالت هنالك محاولات مصرية لتغليب صوت الحكمة والعقل. بالتالي هناك تأكيد أيضا على أن يعني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم غد سيركز على هذه القضية، القضية الفلسطينية في القمة العربية. يعني بالتأكيد، على سبيل المثال رأينا صحف إسرائيلية اليوم تعرب عن خشيتها أن تنسحب مصر من الوساطة، سمعنا في إسرائيل عن أن هناك تواصل من جهاز الشباك الإسرائيلي مع الجانب المصري من أجل يعني البحث عن مخرج لأزمة معبر رفح، وهذا ما يجعل مصر لديها أمل، وأيضا لأنها تبذل مجهودات كبيرة في هذا الشأن، من لأنه إنهاء هذه المسألة في صالح الشعب الفلسطيني، في صالح إنهاء المعاناة. المعونات والمساعدات نفذت تقريبا من القطاع، ما تبقى من وحدات صحية ومستشفيات باتت بلا وقود، باتت بلا أدوية، باتت بلا مستلزمات طبية. حتى الحديث الذي كان يدور يوميا عن تشغيل الرصيف العائم توقف فجأة، وكأنه الأمريكي يتعاون مع الإسرائيلي في تجويع غزة، يتحدثون عن عقبات لوجستية بمعنى أنهم لم يتوصلوا إلى طريقة لتوصيل المساعدات للناس. يعني الآن بإمكانهم أن ينزلوا المساعدات على شاطئ غزة، ولكنهم يريدون شركة أو جهة مستقلة تقوم بتوصيلها للناس. أيضا كنا نسمع يوميا عن إسقاط المساعدات جوا لشمال غزة، فجأة كل شيء توقف، وبالتالي في مصر تبذل جهود جبارة لمساعدة الفلسطينيين، وما زالت مصر يعني تقوم بعمليات الإسقاط الجوي مع الإمارات والأردن في الجسر الجوي الذي يتم تنفيذه عربيا يعني صحيح. الآن من مع الأردن يعني. على كل حال سيد أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا لقراءة مجموعة من التطورات ونعود لاستكمال الحوار. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبري رفح الحدودي وكرم أبو سالم التجاري جنوبي قطاع غزة وسط تحذيرات من كارثة إنسانية غير مسبوقة. وكانت مصادر طبية حذرت في وقت سابق من انهيار المنظومة الصحية في القطاع في ظل استمرار إغلاق المعبرين أمام دخول المساعدات وإمدادات الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات ومركبات الإسعاف. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن استعادة القدرة التشغيلية للجانب الفلسطيني من معبر رفح يمثل ضرورة ملحة. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن إسرائيل بحاجة إلى خطة واضحة وملموسة بشأن مستقبل قطاع غزة على حد تعبيره،
كما أكد بلينكين أن العملية العسكرية الإسرائيلية المحدودة في مدينة رفح الفلسطينية أحدثت تأثيرا سلبيا في وقت كانت تتحسن فيه الأوضاع بقطاع غزة. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش إسرائيل إلى إعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني على نحو عاجل، وأكد غوتيريش ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة، مجددا نداءه للمجتمع الدولي من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية وإطلاق سراح جميع المحتجزين. هاجم مستوطنون شاحنات مساعدات إنسانية كانت متجهة من الضفة الغربية المحتلة إلى قطاع غزة. يأتي هذا فيما دعت مجموعات من المستوطنين إلى التوجه نحو حاجز حزمة لإغلاق الطريق أمام شاحنات المساعدات المتجهة للقطاع. عودة مرة أخرى لضيفنا من استوديوهاتنا في القاهرة سيد أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية. سيد أشرف أهلا بك مرة أخرى. يعني لو بدأنا من ألف سلامة ألف سلامة لو بدأنا الحديث الآن من الموقف الدولي، هذا الموقف الذي حتى المتحدث باسم الرئاسة الدولية الرئاسة المصرية عفوا قال إن الموقف أن لابد أن هناك عدالة ولابد أن يكون هناك موقف دولي واضح تجاه القضية الفلسطينية وتجاه استحقاق واسترداد الحقوق الفلسطينية. الآن ما نراه أقاويل فقط، كيف تقرأ هذا الموقف الدولي وما إمكانية تأثير هذا الموقف الدولي على إسرائيل لإيقاف هذا النزيف؟ يعني الموقف الدولي في مجمله يعبر عن عجز دول تريد أن تفعل ولكنها لا تستطيع أن تفعل لأن هناك دولة مهيمنة تفرض سياستها على العالم، والكل يعلم أن أوروبا يعني في معظمها لا تستطيع أن تتخذ قرار طالما الأمريكي لا يريد أن يوافقها، ورأينا هذا في محاولات عديدة من دول أوروبية كبيرة للاعتراف بالدولة الفلسطينية أو لإيقاف الحرب أو لكنها فشلت. لكن في النهاية الموقف الدولي أيضا به جزء يعني مرتبط بالفكر والعقيدة، وأنه لابد من مساندة إسرائيل ولابد من بقاء إسرائيل، وهم يصدقون إسرائيل حتى في ظل ما ترتكبه من جرائم. كلنا نذكر منذ حوالي شهر عندما كان العالم كله يدين اغتيال إسرائيل لسبعة من العاملين في المطبخ العالمي، وفجأة حدث الصدام الجوي الذي لا نعرف إن كان حقيقة أو كذب بين إسرائيل وإيران. فجأة انقلبت البوصلة، كل الدول التي تهاجم إسرائيل عادت لتدافع عن إسرائيل عنها. نعم، ليس فقط، بل إنه أمريكا، بريطانيا، فرنسا وربما ألمانيا شاركوا في إسقاط الصواريخ والمسيرات الإيرانية. نعم، أشياء يعني نعلم أنه ربما كان هناك يعني خاصة بين الدول البروتستانتية التي تؤمن بضرورة بقاء إسرائيل والدفاع عنها، لكن دول أخرى مثل أسبانيا رأينا موقف مشرف، مثل بلجيكا وغيرهما وأيرلندا. أيرلندا ستعترف الآن بالدولة الفلسطينية أول الشهر. نعم. عفوا، هذه الدول تريد أن تساعد ولكنها لا تستطيع. هذه الدول شاهدت في الجمعية العامة للأمم المتحدة العالم يؤيد الفلسطينيين دون أن يستطيع أن يمرر قراره بالاعتراف بالدولة الفلسطينية بعضويتها في الجمعية، وأيضا عندما عرض نفس الأمر في مجلس الأمن أمريكا استخدمت الفيتو
عندما عرض أكثر من مشروع قرار لوقف الحرب، أمريكا استخدمت الفيتو ومع ذلك لم يحدث أي شيء. أوروبا كما نعلم تحتاج إلى أمريكا للدفاع عنها وتحتاج للسوق الأمريكي والدعم الأمريكي، وبالتالي هي لا تستطيع أن تفعل شيء. وهذا يذكرنا منذ سنوات عندما كان الرئيس أولاند رئيسا لفرنسا وقرر استضافة مؤتمر دولي للسلام، مؤتمر بمظلة دولية لتطبيق حل الدولتين. أمريكا قالت لا، لم يعقد المؤتمر، فشل. وبالتالي الموقف الأوروبي والموقف الدولي للأسف لا يمكن أن يكون قويا إلا بدعم أمريكي أو بأن تغمض أمريكا عينيها ولا تتدخل. الدول الأخرى في آسيا والأمريكتين وغيرها للأسف هي دول شرفية في المنظومة الدولية. روسيا والصين دول تهتم في الغالب بمصالحها ولديها يعني صراعات تعطيها أولوية ولن تعطيك أكثر مما تريد أن تعطيك. طيب سيد أشرف، يعني والآن نحن نتحدث عن موضوع المواقف الدولية والتصريحات الأمريكية كما تفضلت حضرتك وكما رأى الكثير أن هنالك تناقض في التصريحات الأمريكية. بلينكن يعني يطالب باستعادة القدرة التشغيلية لمعبر رفح ويقول أن إسرائيل بحاجة إلى خطة واضحة وملموسة بشأن مستقبل قطاع غزة، وأيضا يتحدث عن أن العملية العسكرية وسماها المحدودة على الرغم أن القوات الإسرائيلية الآن دخلت إلى وسط رفح يعني أحدثت تأثيرا سلبيا بعد أن كانت الأوضاع قد تحسنت. هذه الصورة وهذا الدعم اللامتناهي الذي تقدمه أمريكا لإسرائيل دون فاتورة، كيف سينعكس على طبيعة العلاقات الإقليمية الآن؟ يعني أمريكا لماذا لا تقرأ أن الواقع ليس إسرائيل فقط موجودة في هذه المنطقة؟ يعني أتمنى أن يكون هناك انعكاس حقيقي على الواقع وأن يعني تدفع أمريكا ثمن لمواقفها، ولكن لدينا ذكريات سيئة مع ما حدث من أمريكا تجاه العراق، تجاه سوريا، تجاه ليبيا، ومع ذلك نسي الناس. عادت الأمور إلى مربع الصفر، عادت أمريكا لتكون الصديقة والشقيقة ورمز الديمقراطية. ويعني أخشى أنه بمجرد أن تتغير الإدارة الأمريكية الحالية يعني ستعود الأمور إلى ما كانت عليه، وسيعود الناس للانبهار بالعم سام وبالكوبوي الأمريكي، وسيعود الشباب للحلم بأن يذهبوا إلى أمريكا مهاجرين بحثاً عن حياة ووضع اقتصادي أفضل. للأسف الشديد الإعلام الأمريكي يستطيع أن يغسل الأدمغة ويستطيع أن يجعلنا ننسى سريعاً هذه المأساة وهذه المعاناة، رغم أنه 90% من المسؤولية عما يحدث حالياً تتحمله أمريكا، لأنها منذ البداية لم تتخذ ما كان يجب أن تتخذه من قرارات صارمة لإيقاف الحرب ضد الشعب الفلسطيني. هي ليست حرب ضد حماس، الكل يعلم أنه من حارب هو الشعب الفلسطيني، من دفع الثمن هو الشعب الفلسطيني. يعني عندما تتحدث عما يقرب من 45,000 شهيد، منهم 10,000 ما زالوا تحت الأنقاض، 35,000 طفل يتيم، عشرات الآلاف أو آلاف السيدات التي فقدن أزواجهن وأبنائهن، عندما تتحدث عن قطاع عدل القرون الوسطى، ومع ذلك أمريكا تقول لإسرائيل ادخلي رفح ولكن ابتعد عن المراكز السكانية. نريد أن نرى خرائط لما ستقوم به، وكأنما تريد أن تقول لها قومي بما تريدي أن تقومي به. الحرب في يومها 22 بعد 100، والآن دخلت اليوم دخلنا 23 بعد نعم. 200 نعم. نعم. عادت إلى سيرتها الأولى، الهجوم على جباليا في الشمال والزيتون في الوسط ورفح في الجنوب، القصف الجوي
الاغتيالات، التجويع، كل هذا يؤكد أن الدور هذه الشراسة التي يعني يتبعها الآن ويقودها الآن هذا رئيس الوزراء نتنياهو اليوم بهذه الصورة، على الرغم من هذه الشراسة وعلى الرغم من تدمير قرابة 70% من البنى التحتية والمنازل في رفح في فلسطين عموما وفي غزة عفوا عموما، على الرغم من كل هذه الصورة لكن نرى الآن كما تتفضل عودة لصورة المواجهات التي شهدناها في أول الأيام بين المقاومة وبين قوات الاحتلال. اليوم نرى فيديوهات كثيرة تعرض يعني في غاية الدقة والخطورة بمكان بقرب المواجهات والاستهدافات السريعة والواضحة من قبل الفصائل، وكأن الحرب لم تبدأ بعد. بالتأكيد، يعني دعني أقول لك طبعا بالتأكيد أنا لا أثق تماما في الفيديوهات وما إلى ذلك والأشياء التي تعد للبروباغندا، لكن التقارير التي يعني أثق فيها على الأرض تقول أنه أداء المقاومة تحسن. في البداية كانت المقاومة تدافع عن الأنفاق وتدافع عن قادتها في الأنفاق وتدافع عن الرهائن الموجودين في الأنفاق وغيرها، ولم تقم بدورها الحقيقي في المقاومة فخسرت غزة كثيرا. لكن هذه المرة بعد أن قتل معظم الأسرى ودمرت معظم الأنفاق، الآن المقاومة تقوم بفعلها الحقيقي وهو حرب الشوارع، القنص، وضع المتفجرات. في بداية هذه الحرب كانت هناك إشكالية كبيرة لدى كتائب القسام أنها كان قد تم تشكيلها فيما يشبه الجيش، نعم، كتائب شبه متمركزة في أماكن معينة لديها مخزونات من الصواريخ والمسيرات وخطط دفاع، لكنها ثبت أنها عقيمة واجتاحت إسرائيل غزة الآن. ولذلك نرى يعني المشاهد البشعة للاستهداف الهستيري الذي تقوم بها إسرائيل الآن وخصوصا في رفح الفلسطينية سيد أشرف، وهذه صحيح. هي المشاهد الأولى التي نعرضها الآن سيد أشرف للقصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا في مدينة رفح جنوبية قطاع غزة وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين. هنالك صور بشعة، نعتذر عن بشاعة هذه المشاهد ولكنها صور جاءتنا الآن لاستهداف منازل لمدنيين هذا الجيش الذي يقول إنه يستهدف يعني حماس فقط والمقاتلين والمقاومين، لكن من يقتل من يرتقي الآن هم المدنيون فقط. نشهد أشلاء الأطفال والنساء والعزل في منزل يتم استهدافه في رفح الفلسطينية جنوبية قطاع غزة التي قال عنها الاحتلال إنها المنطقة الأمنة التي نزح إليها قرابة 1.5 مليون نازح من باقي قطاع غزة. مشاهد مؤلمة. نعتذر للإخوة المشاهدين لمن يتلقى هذه الصور على هذه المشاهد وبشاعتها، ولكن من الضرورة بمكان إظهار ما يقوم به الاحتلال الآن من عمليات قتل وتشريد وقصف ودمار في هذه المناطق الآمنة، وهؤلاء الشهداء، هذا الشهيد يرفع سبابته بعد استشهاده. يعني هذه الصور البشعة التي نراها الآن هي صور مستمرة ل223 يوما، أيام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي ما زال مستمرا حتى الساعة. إذن هذه هي المشاهد الأولى للقصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا في مدينة رفح جنوبية قطاع غزة وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين. عودة مرة أخرى لضيفنا من القاهرة سيد أشرف، نعتذر عن هذه المشاهد لبشاعتها ولكن هذا هو الواقع. هذه الشراسة التي يقوم بها نتنياهو وجيشه جيش الاحتلال إلى ما تستمر، ومن الذي يمكن أن يوقفها؟ أولا يبدو أنه نتنياهو مصمم على تصدير هذه الصورة حتى تصل إلى الشارع الإسرائيلي،
حتى يقول للإسرائيليين إنه غضنفر، إنه قوي، إنه ينتقم. دعني أقول لك إنه نتنياهو خلال السنوات الماضية كان يتهم بإنه مرن ولين أمام حماس، وكانت كل رموز المعارضة اليمينية سواء نفتالي بنت أو ليبرمان يتهمون بأنه يعني متخاذل أمام حماس، وأنه كان يجب أن يقوم بتدمير حماس وقدرتها منذ زمن. فلما حدث هجوم 7 أكتوبر وشعر بكم الإهانة يريد أن ينتقم، حتى إذا يعني ما شعر الناس بالملل من طول الحرب وبصورة ومن صورة إسرائيل التي تضررت، هو مصمم على مواصلة القتل ومواصلة تحدي العالم. تصريحات نتنياهو تصريحات غريبة، هو يقول أنه سيتحدى الأمم المتحدة والولايات المتحدة والعالم أجمع، وكأنه لا يعلم أنه لولا المساندة الأمريكية لما بقيت إسرائيل، ولولا المساندة الأمريكية لكان قد طلب إلى المحاكمة الدولية، ولكانت كل دول العالم أو معظمها قد وقعت عقوبات ضد إسرائيل، وربما لطردت إسرائيل من مجلس من الأمم المتحدة. نتنياهو يتصرف بجنون دفاعا عن نفسه، مدعوما بسلة من أسوأ متطرفي اليمين، شخصيات ليس لديها لا أي خبرة سياسية ولا عسكرية، ولكن بسبب الخطاب الديماجوجي نجحوا في انتخابات الكنيسة الأخيرة ويريدون أن يبقوا، ولكن على حساب دماء الفلسطينيين، وهؤلاء سيدفعون ثمنا باهظا. واليوم رأينا يائير لبيد زعيم حزب هناك مستقبل، زعيم المعارضة الإسرائيلي، وهو ينتقد بقوة نتنياهو وخططه وإصراره على مواصلة الحرب وإصراره على يعني التسبب في تكبيد الجيش الإسرائيلي المزيد من الخسائر. ورأينا أيضا يواف جالانت وزير الدفاع وهو يعلن بوضوح تمرده على نتنياهو وعلى رغبة نتنياهو في الإبقاء على جيش الاحتلال في غزة. طيب سيد أشرف، إذن بهذه الصورة وعدم تحقيق أي هدف من الأهداف التي أعلنها نتنياهو حتى الساعة، وشهدنا حتى تصريحات يواف جالانت الأخيرة التي تعد تحولا ربما من التصريحات المنتصر إلى تصريحات آخر يرمي خيباته على الآخر، عندما قال إن الحسم ليس عسكريا وإنما الحسم يحتاج إلى قرار سياسي، كيف تقرأ إذن هذه الصورة ومن الذي سيحسم؟ يعني أولا أنا يعني غير متفق مع ما يقال عن إنه إسرائيل لم تحقق أهداف. إسرائيل حققت أهداف، حققت الأهداف غير المعلنة. نعم، أنا أتحدث عن الأهداف التي أعلنتها. نعم، الأهداف التي أعلنتها أعلنتها لإشغالنا بها، لكن الأهداف الحقيقية كانت تدمير غزة، كانت تدفيع الناس ثمن لأنهم سمحوا لأبنائهم أن يكونوا مقاومين، كانت كي وعي الناس حتى لا يفكروا في حمل السلاح مرة أخرى. أما يعني كلام جالانت فهو كلام حقيقي، ليست هناك يعني لا يوجد صراع في العالم حسم على يعني في جبهة القتال وحدها، لابد من الحسم على مائدة المفاوضات. وألمانيا حتى بعد انتحار هتلر كان يجب أن توقع اتفاق استسلام، لكن سيد أشرف عفوا أسف المقاطعة، أعتذر، اتفاق استسلام، أعتذر لهذه المقاطعة، لكن للاستدراك فقط، يعني صحيح أن هذا الكلام هو حقيقي ويجب أن يكون هنالك يعني باب سياسي ينهي هذه الحرب، ولكن لم تكن هذه لغة يواف جالانت، وهذا ما تسبب بتوجيه الاتهامات إليه حتى من الداخل الإسرائيلي، بالتالي ماذا يعني يعكس ذلك ومن سيحسم؟ يعني هو يواف جالانت يعني بالتأكيد مل من استمرار الحرب لفترة طويلة، لم يعد هناك هدف حقيقي واضح. نتنياهو لديه مشكلة، يعني هذه المشكلة تثير جالانت وغيره من الذين يفهمون سواء في العسكرية أو في السياسة،
وهو أنه ليس لديه خطط لليوم التالي. أنت لا تريد لحماس أن تحكم، لا تريد لفتح أن تدير، لا تريد للأنور وأن تعود لتتولى بعض المهام. الدول الأخرى رفضت أن تشارك، ومع ذلك أنت مصمم على استمرار الحرب، في حين أنه العسكريون يؤمنون تماما أنه إذا ما تولى الإسرائيليون المهمة على الأرض في غزة سيكون هذا بمثابة استنزاف لهم. نعم سيقتلوا أعداد كبيرة من الفلسطينيين، وستظل هناك يعني عمليات قتال دموية، لكنهم أيضا سيدفعون ثمن، وهذا ما لا يريده السياسيون والعسكريون المخضرمون. يريدون إنهاء هذا الملف بطريقة سلمية، تنهي أو لا أقول بطريقة سلمية لأنه لا سلم في العدوان، وإنما بطريقة سياسية على مائدة المفاوضات لنصل إلى حل، لنصل إلى يعني ليكن اتفاق. وسبق أن عرضت بعض الأفكار عن إلقاء حماس لسلاحها الفترة، وأن يخرج بعض قادتها وتدير قوة أخرى فلسطينية غزة. لكن أنت الآن تغلق الباب أمام كل يعني الحلول، وتريد أن تظل تقصف وتقصف وتقصف وتقتل حتى تقتل كل الفلسطينيين، فتقول تخلصت من حماس. وبالتالي واضح أن هناك يعني نوع من الغضب على عدم وجود رؤية سوى الرغبة في الانتقام لدى نتنياهو. إذن عملية الحسم لن تكون عسكريا سيد أشرف، وبالتالي يحتاج هؤلاء إلى الجلوس مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. ما الذي يؤخرهم برأيك؟ يعني دعني أولا أن أوضح لك أنه أنت تتحدث عن وجود أكثر من 30,000 عنصر لدى حماس، و7,000 لدى الجهاد، وعدة ألاف لدى الفصائل الأخرى، 40,000 علاوة على الشباب الفلسطيني الذين يشاركون متطوعين، لا تستطيع أن تتخلص منهم جميعا. حقيقي أنت تخلصت من معظم مخزونات الأسلحة والأنفاق والمسيرات، لكن في النهاية لو تبقى 100 فرد يحملون حتى مسدسات وبنادق شخصية وبعض المتفجرات سيسببون قلق، سيواصلون المقاومة. نعم الشعب سيدفع ثمن، ولكن المحتل أيضا سيكون تحت ضغط، ولذلك لابد من البحث عن حل. لكن من يعطل الحل هو نتنياهو الذي ربما يسعى إلى التأكد، يعني على الأقل يعني تحقيق صورة نصر بقتل قادة حماس الكبار المتبقين مثل السنوار والضيف، أو بالإعلان عن حسم قضية الرهائن الإسرائيليين سواء بمقتلهم ومبادلة جسمهم أو بتبادلهم وخروجهم من تحت يد حماس. ولذلك هنا تكمن المشكلة. هو لم يعني ينهي قضية الرهائن، ورغم أنه قضية الرهائن مرتبطة بالتبادل، لكنه لا يريد تبادل في نهايته الإعلان عن نهاية الحرب وتبقى حماس. نعم. وأيضا من الناحية الأخرى هو لم يصل إلى ما تبقى من رؤوس قادة حماس. هو ضخم منذ البداية من دور السنوار، والحقيقة أنه هناك قادة قتلهم أهم من السنوار كثيرا في المقاومة مثل مروان عيسى ومثل أحمد الغندور، ولكن وضع السنوار رمز كما وضع لأنه أبو عبيدة ربما رمز. رأس يعد فيه هو الرأس. نعم. هو الرأس، ولكن هناك فعلا قادة يعني استشهدوا في هذه الحرب كانوا قادة كبار، وكانوا قد يعني أضفوا إلى الفصائل الكثير من صحيح. من آليات ونوعيات المقاومة. على كل حال أعتذر منك سيد أشرف فقط لأن الوقت انتهى. سيد أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية، وافر الشكر لك لوجودك معنا في هذه التغطية. شكرا.
إذن متواصلون لليوم 23 بعد 200 للعدوان الإسرائيلي على غزة في تغطيتنا المتواصلة على شاشة القاهرة الإخبارية، ولكن على رأس الساعة، فابقوا معنا. لا تهجير. The Israeli military intends to focus next on Rafah. We have heard it said many times. ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار. عندك أول حاجة مية مش متوفرة، أكل مش متوفر، ما فيش حدا سائل، فيش حدا مدور علينا، زي ما أنت شايف هاي قاعدتي، وما إلا رب العالمين هو اللي يطلع النبات. فيش يعني الإشي الوافي، فيش احتياجات وافية وكاملة للأطفال، لكبار السن. طلعت معيش ولا حاجة، بشرت ابني في المستشفى. وأحفادي برضو مصابين ضايلين في المستشفى، وطلعت أنا سبقتهم لأني طلعت من مدرسة، أنا معيش ولا حاجة، معيش خيمة. قلنا إلا الله يا رب جهلنا ما يجعلنا يا رب. المعبر حنموت من الجوع، وكل كانوا يوزعون يا معلبات معلبات. ايش المعلبات؟ تعملناش ايش المعلبات، مرضتنا المعلبات، بدنا حاجات منيحه يوزعونا. واحنا بنقول يا رب ما يسكر المعبر، لانه كل حياتنا وعيشتنا على المعبر مبنيه. الجوع كافر، ايش ما تلاقي حتاكل ولا لا حتاكل، ايش ما نلاقي حناكل، لكن سكت جوعك. طيب بالوقت هذاك كانت غزه فيه الخبيزه والحميض، طيب احنا عليه بوقت صيف فيش اشي، حيبقى بالارض تلمه وتاكله. الإشكاليات كبيرة جدا، التحديات كبيرة جدا، نحن بحاجة إلى دعم سواء كان على مستوى الكوادر البشرية أو على مستوى الإمكانيات المادية، وأهم من هذا وذاك أيضا تأمين الأدوية ومستلزمات لأن المعابر أغلقت. صراحة لم نكن نملك لهم أي شيء، يعني عدم وجود أسرة، عدم غرف مبيت في مستشفى الكويت، عدم توافر أجهزة غسيل الكلى، عدم وجود الأدوية اللازمة لهم، لم نقدم لهم الشيء الكافي، وبذلك بعض المرضى توجه إلى بيوتهم، بعضهم نزح ولم يتلقوا الرعاية اللازمة. دمروا الدنيا، الشوارع، البنى التحتية كلها. We have seen a shocking increase in extremist disruption and criminality. I respect that the police have a tough job in policing the protests we have seen and that they are operationally independent.
جينا من رفح مش لاقيين مطارح، ما فيش مطارح هتسع كل النازحين، ما فيش. هلقيت لما رفح بدها تيجي كلها، اجت كلها، وين بدها تروح؟ فيش مطارح، ما فيش مطارح، احنا ساكنين فوق الزبالة الكمين، هيا الزبالة، شايف احنا وين ساكنين؟ هاي الزبالة عليها، على الزبالة بنعرف ايش ننام من ريحة الزبالة في الليل. إذن اليوم 23 بعد 200 هو تعداد ساعات الموت والدمار واستمرار القصف والهستيريا الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة، 223 يوما، والقاهرة الإخبارية تغطي تلك العمليات الوحشية التي تجري في قطاع غزة للتاريخ، لكي ننقل تلك الصورة الأليبة للتاريخ بأن هذا القطاع يظلم وهذا القطاع يقصف ويقتل ويدمر ويباد، وأن القضية الفلسطينية يحاول العدوان الإسرائيلي محوها، وأن المعلومات التي يتم نقلها الآن عبر القاهرة الإخبارية هي من أجل التوثيق بأن القضية الفلسطينية باقية وستبقى. أعلنت وسائل إعلام فلسطينية سقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء استهداف قوات الاحتلال عددا من النازحين بعد إجبارهم على إخلاء مركز إيواء وسط مخيم جباليا شمالية غزة. وأفادت الوسائل بسقوط شهيدة وعدد من المصابين جراء قصف إسرائيلي استهدف مبنى سكني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واستشهد فلسطينيون وأصيب عدد آخر في إطلاق نار من آليات الاحتلال غرب الزهراء، بالإضافة إلى وصول شهيدين إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد استهدافهما بالرصاص قرب حاجز نتساريم وسط القطاع. وأفاد إعلام فلسطيني باستشهاد 10 نازحين بقصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف عيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في حي الصبرة جنوبية مدينة غزة. وفي مدينة رفح الفلسطينية استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا وسط المدينة. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بنقل الشهداء والمصابين إلى مستشفى الكويت التخصصي في المدينة الواقعة جنوبية قطاع غزة، والتي تشهد عملية عسكرية لجيش الاحتلال. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بسقوط عشرات الشهداء والمصابين من جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي تجمعا للمواطنين بمدينة غزة. وأضافت الوكالة أن جيش الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين تجمعوا لالتقاط إشارة إنترنت في تقاطع شارع الجلاء في شارع العيون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، فيما وصل إلى المستشفى الأهلي المعمداني 7 شهداء أشلاء ممزقة، بالإضافة إلى عدد من المصابين. لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته بحق المواطنين في غزة، لا سيما النازحين شمالي القطاع. وعبر فكرة الأمان الكاذب أجبر الاحتلال المواطنين على النزوح من مركز إيواء وسط مخيم جباليا شمالي القطاع، ثم حولوهم لأهداف مباشرة لآلة الحرب الإسرائيلية ليتساقطوا ويرتقوا ما بين شهيد وجريح. يوم بعد يوم تؤكد تل أبيب على النهج ذاته، وكأن القتل وعدم الوفاء بالوعود منهاجها الذي اتبعته في سبيل تحقيق أهدافها غير المشروعة. وبدلا من أن تمنح النازحين الأمان، كان الغدر هدفا وإحدى سبلها في تفتيت أحلام شعب أراد أن يهرب من رشقات صواريخ الاحتلال التي فيما يبدو
أنه لا مفر منها. وعبر أمان كاذب أجبرت تل أبيب نازحي شمال غزة إلى إخلاء مركز إيواء وسط مخيم جبلايا شمال قطاع، وما إن بدأوا في تنفيذ القرار حتى أمطرتهم بسيل من القذائف ليسقطوا بين شهيد وجريح في أحدث صورة لبشاعة تل أبيب اللامتناهية. الحقيقة المؤكدة أن تلك لم تكن المرة الأولى التي يجبر فيها الاحتلال الفلسطينيين على النزوح، ثم في نقطة ما يحولوهم لأهداف مباشرة لآلاته العسكرية، وكأنه يتعمد إخراجهم من منازلهم ومخيماتهم ليجمعهم في إحدى الطرق المفتوحة حتى يسهل عليه قنصهم واستهدافهم بشكل مباشر، وفقا لما أفادت به كثير من المنظمات الحقوقية والدولية. وبالإضافة إلى المجازر السابقة، تعد مجزرة جبلايا الأكثر بشاعة وإثارة للجدل، إذ جاءت عقب تأكيدات وتصريحات إسرائيلية للمجتمع الدولي بالعمل على ضمان سلامة النازحين في القطاع قبل تنفيذ عملياتها العسكرية المزمعة باقتحام رفح الفلسطينية. الاحتلال أكد للعالم أجمع أن بشاعة تصرفاته وجرائمه لا نهاية لهما، وأن لا وعد لجيش يقاتل أهل أرض فقط، لأنهم أرادوا التمسك بوطنهم وأمانهم، فحولهم إلى فريسة تطاردهم آلاته العسكرية أينما رحلوا وحيثما كانوا تحت أنظار ومسامع المجتمع الدولي الذي قرر أن يغض بصره عن تلك المجزرة أيضا. وكأن أبناء غزة خلقوا ليصبحوا فرائس لمدللته تل أبيب. أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية بمقتل جندي إسرائيلي في المعارك الدائرة بمدينة رفح الفلسطينية. وذكر إعلام فلسطيني أن جيش الاحتلال دمر مربعا سكنيا في محيط مستشفى حي الزيتون قبل انسحابه من المنطقة. بعدما تعمدت إسرائيل إفشال المفاوضات، سارعت بتنفيذ عملية عسكرية على مناطق عدة شمالية قطاع غزة ومدينة رفح الفلسطينية، وتحاول إسرائيل التقدم الميداني نحو جنوب القطاع مستهدفة جميع المناطق حتى التابعة لوكالة الأونروا، بينما تواجه هذه العمليات العسكرية المقاومة الفلسطينية. التفاصيل يطلعنا عليها الزميل عمر مصطفى. المجريات الميدانية الحالية تشير إلى تصارع وتيرة التقدم الإسرائيلي في جبهة رفح الفلسطينية، بينما تخوض الفصائل الفلسطينية قتالا عنيفا في محاور شمال القطاع خاصة محور مخيم جباليا. مسار العمليات في التوقيت الحالي يدل على أن أولوية التقدم الميداني للاحتلال ترتكز على السير نحو الحدود الجنوبية بدءا من بوابة صلاح الدين وحي البرازيل وحتى منطقة المخيمات جنوب رفح الفلسطينية، ويرجح استمرار التقدم على هذا النحو من أجل فصل كامل للخط الحدودي عن بقية مناطق قطاع غزة. ويتوقع أن تقوم القوات الإسرائيلية قريبا بإدخال لواء أو لواءين إضافيين من كرمي أبو سالم لتولي العمليات في القسم الشمالي من مدينة رفح الفلسطينية، والذي يشمل أحياء البيوك وتبت زراع وأحياء أخرى، بهدف تأمين القوات التي تتقدم بمحاذاة الحدود ومنحها الوقت الكافي لتنفيذ مهمتها بنجاح. الصور الحديثة الجوية لوسط رفح الفلسطينية تظهر حدوث عمليات نزوح كثيفة وخلوا لمنطقة أو مناطق كانت تتواجد بها مخيمات النازحين خاصة في حي البرازيل، وبالتالي هذا قد يجعل وتيرة التقدم الإسرائيلي سريعة خلال الأيام المقبلة. ومع تقارير أممية تتحدث عن نزوح أكثر من 450 ألف فلسطيني من رفح الفلسطينية تجاه منطقة المواصي في الشمال الغربي، فإنه من المتوقع تسارع خطة الإخلاء الإسرائيلية في رفح الفلسطينية خلال الأيام القليلة المقبلة،
على أن يصل رقم المتواجدين داخل المدينة لأقل من 400,000 شخص. وعلى جبهة أخرى وهي الجبهة اللبنانية، يواصل حزب الله تعمية قدرات المراقبة لدى جيش الاحتلال من خلال إطلاق عدد كبير من الصواريخ على قاعدة المراقبة الجوية في جبل ميرون، وفي الوقت نفسه يداوم على استهداف أنظمة المراقبة والتصوير والرصد في المستوطنات والمواقع العسكرية الحدودية، وكذلك أنظمة المراقبة الجوية والمناطيد والمسيرات، وهو تكتيك مكلف على المستوى الإسرائيلي، ويساهم في الوقت نفسه في استمرار حالة التهجير بين سكان المستوطنات الشمالية لإسرائيل، والتي بدأت تثير قلقا داخليا في الأوساط الإسرائيلية بشكل واضح. إسرائيل مستمرة في تصعيد عملياتها خاصة في مدينة رفح الفلسطينية، كما تعمل في مناطق شمال ووسط القطاع لتحقيق الهدف الذي أعلنت عنه، وهو القضاء على حركة حماس. وإن لم يكن هذا الهدف قابلا للتحقيق حتى اللحظة، بينما تستمر مناوشتها مع حزب الله في مناطق الجنوب اللبناني مع مخاوف من توسع رقعة القتال بين الجانبين لمناطق أكثر عمقا. المزيد من التفاصيل حول الواقع الميداني يضعنا فيها مراسل القاهرة الإخبارية يوسف أبو كويك. أهلا بك يوسف من خان يونس. يعني حمدا لله على السلامة لليوم 23 بعد 200 لهذا العدوان المتواصل على قطاع غزة، حمدا لله على السلامة حتى الآن. لو أطلعتنا على آخر التحديثات لديك في المنطقة في خان يونس والمناطق الأخرى. نعم، التطورات الميدانية متلاحقة في كل محافظات قطاع غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي. في الساعة الأخيرة أغار الطيران الحربي على منزل في المنطقة الغربية من مدينة رفح. هذا القصف أسفر عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين، نقلوا جميعا إلى مشفى الكويت التخصصي، كما نقلت بعض الحالات الحرجة إلى المشفى الميداني الإماراتي. القصف الجوي يترافق أيضا مع استمرار القصف المدفعي في المناطق الشرقية التي تشهد توغلا بريا، لا سيما أحياء السلام وحي جنينة ومنطقة خربة العدس وحي البرازيل في المنطقة الجنوبية الشرقية من المدينة. بهذا الاستهداف الجوي يرتفع عدد شهداء المدينة في أقل من 24 ساعة إلى 5 شهداء، جميعهم نقلوا إلى مشفى الكويت التخصصي، بينما محافظة خان يونس سجلت في الساعات الأخيرة هدوءا حذرا مع استمرار التحليق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية وكذلك طائرات الاستطلاع. أيضا قبل قليل نقل جثمان أحد الشهداء نحو مشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح بعدما استهدف من قبل جنود الاحتلال المتمركزين عند محور نتساريم إلى الشمال من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. قبل ذلك كانت الطائرات الحربية قد استهدفت شقة سكنية فيما تعرف بأبراج عين جالوت في المنطقة الشرقية من مخيم النصيرات، وهذا القصف أسفر عن استشهاد فتاة وإصابة آخرين، نقلوا إلى مشفى شهداء الأقصى. أيضا في محافظة غزة وتحديدا المنطقة الجنوبية الشرقية، ورغم انسحاب آليات الاحتلال التي تمركزت هناك لستة أيام، إلا أن الطائرات الحربية وتحديدا الطائرات المروحية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب المناطق الشرقية من حي الزيتون، لتستمر أيضا المعارك الضارية ما بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في قلب مخيم جباليا بعدما توغلت الآليات الإسرائيلية إلى عمق المخيم وتمركزت عند مفترق الترانس قبل أن تعود إلى المناطق
المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المخيم، وتواصل قصف وسط مخيم جباليا بالقذائف المدفعية، بينما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على المنطقة الشمالية من مخيم جباليا، واستهدفت الآليات الإسرائيلية بقذائفها المدفعية المنطقة الشمالية والشمالية الغربية من بلدة بيت لاهيا في أقصى شمال القطاع. الساعات الأخيرة أيضا سجلت مجزرة إسرائيلية عند مفترق شارع العيون مع شارع الجلاء بوسط مدينة غزة، حينما كان يتجمع العشرات لالتقاط إشارة الإنترنت في محاولة منهم للتواصل مع عوائلهم إما في المناطق الجنوبية من قطاع غزة أو في الخارج نظرا لصعوبة الاتصالات، فاستهدفوا من قبل الطائرات الإسرائيلية لينقل جثامين أكثر من 10 شهداء إلى المشفى الأهلي في المنطقة الشرقية من مدينة غزة، إضافة إلى عشرات الجرحى الذين أصيبوا بفعل هذه الغارة الإسرائيلية. طيب يوسف، يعني نرجو أن يدوم هذا الهدوء الذي تتحدث عنه الآن على الأقل في المنطقة التي أنت فيها. لو تضعنا في تفاصيل المواجهات بين الفصائل وقوات الاحتلال، يوم أمس، ليلة أمس، الليلة التي سبقتها، الليلة التي سبقتها، كانت هنالك مواجهات شرسة في جباليا، في الزيتون، في مناطق أخرى. هل استحدثت جبهات جديدة في المواجهة، والاحتلال يقول إنه يعيد تقدمه في مناطق جديدة في قطاع غزة؟ بالفعل في الساعات 24 الماضية كنا نتحدث عن 3 محاور للقتال في المناطق الشرقية من مدينة رفح، وفي المنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية من مدينة غزة، إضافة إلى محور جباليا. الاحتلال الإسرائيلي أنهى عملياته البرية في منطقة محافظة غزة، وتحديدا حيي الزيتون ومنطقة الصبرة، التي خلف فيها الاحتلال دمارا واسعا بعد 6 أيام من القتال التي أعلنت فيها الفصائل الفلسطينية استهداف 10 آليات إسرائيلية بالقذائف والعبوات المختلفة، واعترف الجيش الإسرائيلي بإصابة ومقتل عدد من جنوده هناك. ليتبقى في غزة الآن محوري قتال رئيسيين، هي المنطقة الشرقية من محافظة رفح ومحور جباليا. في رفح لا تزال الفصائل الفلسطينية تؤكد في بيانات وتصريحات مقتضبة تمكنها من استهداف الآليات والجرافات الإسرائيلية المتوغلة في منطقة حي السلام، وتحديدا عند شارع الوردة الحمراء، وفي منطقة حي جنينة، في المناطق الشرقية من شارع ظهير هذه أو شارع جورج. هذه المنطقة التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي التقدم من خلالها باتجاه وسط المدينة، لكن الآليات الإسرائيلية التي اقتربت من مول العرب القريب 200 متر من وسط المدينة وتحديدا عند الكراج الشرقي تراجعت قليلا إلى الشرق، كما جرى الحال مع الآليات التي تقدمت إلى الخلف من عمارة بهلول في منطقة حي البرازيل، هي الأخرى انكفأت نحو المناطق الشرقية. ليبقى المحور الأكثر سخونة هو محور شمال القطاع، وتحديدا مخيم جباليا الذي يشهد قتالا شرسا ما بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، الذي اعترف في الساعات الأخيرة بحدث أمني خطير حسب ما وصفته وسائل الإعلام العبرية، واعترف الجيش هناك بإصابة عدد من الجنود ونقلوا إلى المشافي عبر المروحيات التي نقلتهم نحو المشافي الإسرائيلية. الآليات الإسرائيلية التي تواجه مقاومة من المقاومة الفلسطينية تراجعت من عمق ومن قلب المخيم صوب المناطق الشرقية والمناطق الجنوبية الشرقية، وتحديدا عند بلوك 2 الذي توغلت من خلاله الآليات الإسرائيلية إلى مفترق السرايا وسط مخيم جباليا. إذن لا تقدم وفق الميدان، وما يتحدثون به هو مجرد ذر الرماد في العيون بأن الجيش ينجز ما ينجز. أنا أشكرك شكر الجزيل حتى الساعة يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس، على هذا التفصيل وهذا الإيضاح لملخص ما جرى اليوم، ونرجو من الله السلامة لك قابل الأيام.
للمزيد من التحليل والوقوف على آخر التحديثات وفق الرؤية التحليلية ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية. دكتور أحمد أهلا بك، صباح الخير. إذن الآن وفق القراءات ووفق ما سمعنا من مراسلنا في غزة في خان يونس تحديدا أن الجيش الإسرائيلي بدأ يتراجع بعض الشيء من جباليا، وهو المكان الذي قال إنه سيحسم العمليات هناك عفوا مع استمرار عمليات القصف الهستيرية التي شهدنا بعض الصور الصعبة قبل قليل بقصف منازل في رفح، المنطقة التي قال عنها إنها آمنة. كيف تقرأ الواقع الميداني وتأثيره على العملية العسكرية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟ تحياتي لك أستاذ رعد ولكل مشاهدي قناة القاهرة الإخبارية الكرام. في الواقع أن حكومة الحرب هي في حالة من الهزيان، في حالة من المأزق الكبير. هي في نهاية المطاف تحاول البحث عن أي انتصار عسكري حتى لو كان زائفا لكي تقدم هذه الحكومة للداخل الإسرائيلي أنها حققت انتصارات وأنها حققت أحد أهداف الحرب المعلنة منذ 8 أشهر، وهو القضاء على المقاومة الفلسطينية ومنع أي تهديد من قطاع غزة. لكن كل هذا أنهار أمام استمرار والمقاومة الفلسطينية، خاصة من المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي وأنهى منها العمليات سابقا، وبالطبع على رأسها مخيم جباليا في الشمال، ليعكس أن ما قامت به إسرائيل فقط هو هدف وحيد حققته ونجحت فيه، هو قتل أكبر عدد من النساء والأطفال، تدمير المنازل على سكانها على قاطنيها، تدمير المستشفيات والمدارس، ومنع الغذاء واستخدام سلاح الجوع. لكنها لم تقضي على المقاومة الفلسطينية، وكلما دخلت القوات الاحتلال وتوغلت بريا سواء في مناطق في الوسط غزة أو في الشمال أو في جباليا أو في شرق رفح، كلما واجهت مقاومة فلسطينية صلبة ووقعت خسائر إسرائيلية كبيرة، بعضها يعلن عنه وبعضها غير معلن، بما يعكس أيضا أن آلة القوة العسكرية وآلة البطش وآلة التدمير الشامل لم تنجح في تحقيق أهدافها في ظل منطقة سكانية، منطقة جغرافية محدودة. وبالتالي الواقع الميداني يؤكد أن إسرائيل كل يوم يثبت فشلها في تحقيق أهدافها، لم تحقق أي أهداف تماما، وأن استمرار انطلاق الصواريخ والرشقات الصاروخية من مناطق مختلفة من قطاع غزة وباتجاه المدن وبلدات غلاف قطاع غزة وأيضا باتجاه مناطق جديدة في إسرائيل، بيعكس حقيقة هذا الفشل الكبير والفشل الزريع لقوات الاحتلال، في مقابل أن الخسائر والتداعيات السلبية أيضا تزداد على قوات الاحتلال، سواء داخليا في فشلها في تحرير الأسرى ومراهنتها فقط على العمل العسكري، وكانت تعتقد أن أو منهجها أن الضغط العسكري هو الذي سيدفع الفصائل إلى إبرام صفقة أو إفراج عن الأسرى، لكنها فشلت لا في الإفراج عن الأسرى ولا في القضاء على المقاومة الفلسطينية. وهذا بينبع أيضا من نقطة مهمة، وهي أن أمام الطرفين طرف معتدي طرف محتل ليس لديه أي هدف سوى القتل والتدمير، يقوم بقتل المدنيين الأبرياء والسكان، في مقابل طبعا طرف فلسطيني يبحث يدافع عن أرضه وشرفه وعرضه ويدافع عن حقه في تقرير مصيره كبقية شعوب ويرفض الاحتلال. وهذا الاحتلال بالطبع هو أمر مرفوض دوليا، ولذلك في الجانب الإسرائيلي بات الجميع يشعر، خاصة حتى داخل الجيش الإسرائيلي، بأن المعركة نوع من العبس، أن الاستمرار بلا حدود وبلا أفق وبلا رؤية في هذا التدمير الشامل بيؤثر سلبا على إسرائيل على صورتها. وفي نهاية المطاف إنما هو بدأ يدرك الكثير من الإسرائيليين أنه بيخدم حكومة الحرب، حكومة نتنياهو ومجموعة المتطرفين لأغراض شخصية، استخدام آلة القتل والظهور بأنهم قضوا على الفلسطينيين. والحديث عن آلة القتل دكتور أحمد، الآن آلة القتل الإسرائيلي قبل قليل كان معي أيضا السيد أشرف أبو الهول وهو أحد ضيوفنا الكرام، يعني تحدثنا عن أن هذه الصورة التي نشهدها الآن على الهواء، شكرا للإخراج، نشهدها الآن على الهواء، هذه الصورة يحتاجها الداخل الإسرائيلي، يحتاج نتنياهو لتقوية داخله الإسرائيلي. يبدو أن الإسرائيليين حتى الموجودين في الجيش يتبارون في
أو يفرحون ويتفخرون في قتل الأبرياء، قتل الأطفال، قتل النساء. فبالتالي هذه الصورة وتغذية الداخل الإسرائيلي بها كما قال السيد أشرف أبو الغول في معنا، يعني إلى أي مدى يمكن أن تقوي فعلا جبهة نتنياهو، وما الذي يمكن أن يحد هذه الجبهة؟ كيف يمكن أن تكسر هذه الرغبات الإسرائيلية للتمتع بقتل الأبرياء بهذه الطريقة؟ هي ليست رغبة نتنياهو فقط كما يعرف الآن في الشارع الإسرائيلي. في الواقع أستاذ رعد، أن هذا القتل الجماعي وهذه المشاهد الدموية المأساوية التي نشاهدها بالأعين وبالصوت والصورة وعلى الهواء مباشرة، أولا طبعا هي جرائم موثقة وستكون ضمن سجل محاكمة نتنياهو ومجرم الحرب الإسرائيليين في قتل المدنيين والأطفال. الأمر الثاني أن هذه الصور بالفعل نتنياهو يغذي بها ويخاطب بها ويغازل اليمين المتشدد الإسرائيلي للحفاظ على قاعدية الصلبة، وهؤلاء بالطبع يعني جزء منهم كبير أو هم أغلبيتهم في مع الانتقام من الفلسطينيين، مع الإمعان في القتل النساء والأطفال. رأينا كيف حتى أن المستوطنين المتطرفين يقومون بالهجوم على المساعدات الإنسانية الإغاثية ويلقون بها ويعبثون بها لمنع وصولها للفلسطينيين، وهذا بيعكس أن هناك اتجاه في إسرائيل، اتجاه كبير هو اتجاه اليمين المتطرف وقادته الشعبوية في الجانب الإسرائيلي، يا كل هدفه هو قتل الفلسطينيين والتخلص من الفلسطينيين وقتل النساء، قتل الأطفال، هو الدمار الشامل والكامل، هو هدم البيوت على ساكنيها، استخدام كل أسلحة الدمار والقتل وأسلحة الأسلحة المتطورة في القضاء والقتل أكبر عدد من الفلسطينيين في إطار هستيريا الانتقام منذ 7 أكتوبر. وكأن الهدف الاستراتيجي لنتنياهو وهذا اليمين المتطرف في إسرائيل هو القضاء تماما على الفلسطينيين، إما بالتهجيرهم القسري وإما بقتلهم أو قتلهم بالمرض والجوع ومنع الغذاء والدواء والكهرباء وسبل الحياة، وهو أمر بيعكس حقيقة هذا التوجهات الكريهة والقبيحة لهذا اليمين المتطرف، وأن المعركة ليست فقط مجرد الرد أو الدفاع أو رد الفعل على ما حدث في 7 أكتوبر، وإنما هو استخدم ذريعة حقيقة لإمعان وتفعيل آلة القتل الجماعي، وهذا المشاهد الذي يشاهدها العالم حقيقة هي بتعكس هذا الأمر. لكن أنا في اعتقادي أن إن كانت هذه المشاهد والقتل الجماعي والقتل العشوائي والقتل المستمر ليل نهار وقتل كل ما هو فوق الأرض في قطاع غزة وكل أوجه الحياة، وإن كان يعني يشبع غريزة الانتقام والقتل والكراهية لدى هذا اليمين المتطرف، إلا أنها في نهاية المطاف أيضا ستنعكس سلبا على وسترتد عكسا على حكومة نتنياهو، سواء دوليا في محاكمته كمجرم حرب ومع المسؤولين، سواء فيما يتعلق به أن انهيار ما كانت تروج له إسرائيل من سرديات كان الغرب يعني مصدق لها وأنها دولة حضارية ديمقراطية تحترم القانون، كل هذا انهار وبدت أمام العالم أنها دولة احتلال تمارس أبشع أنواع حتى جرائم الاحتلال التي لم يرتكبها حتى الاحتلال التقليدي الذي كنا نراه في إفريقيا وفي دول أخرى وحتى في الحروب العالمية. عندما نرى هذا القتل العمدي للأطفال والنساء، تدمير المستشفيات، منع الغذاء، منع الدواء، كل هذا حقيقة هي الصور كلها في نهاية المطاف يعني بتعني أن هذا اليمين المتطرف الذي يمثله نتنياهو وبن غفير وسموتريتش في الحكومة هو بيقود إسرائيل إلى الفناء، إلى الفناء والفناء الداخلي. طيب متى يتأثر هذا الشارع يعني دكتور أحمد؟ يعني متى يمكن أن نقول أن هذا الشارع سيكون له صوت حقيقي لإيقاف تلك الحرب؟ الأعداد، أعداد القتلى الإسرائيليين في تزايد، الكمائن التي تظهرها حماس وغيرها من الفصائل للجنود إن كان في جباليا، في الزيتون، في أي حي آخر، قيل إن الأمور قد استتبت لإسرائيل، يعني كبيرة جدا ومؤلمة إن صح التعبير للداخل الإسرائيلي إن رآها. متى يكون للصوت هذا الذي نتحدث عنه الآن من تأثير حقيقي لإيقاف هذا النزيف؟ هناك إشكاليتين أستاذ رعد في هذا المجال. الإشكالية الأولى أن الإعلام الإسرائيلي لا يقدم إلا الرواية الإسرائيلية، هو لا يقدم الفشل ولا يقدم الضحايا
هناك تعتيم كامل، هناك منع كامل عن المواطن الإسرائيلي حتى المواطن العادي فيما يحدث من التصوير، يتم تصوير سرديات أنه منتصر، أنه الجيش يقوم بإنجاز مهامه، أنه بيقضي على المقاومة، أنه كل هذه الإكذوبات وهذه الدعاية الكاذبة يتم الترويج لها داخليا، وكل وهناك رقابة صارمة على الصحف وعلى الإعلام لمنع ظهور أو منع إعلان أي ضحايا أو تأثيرات سلبية يمكن أن تؤثر على الداخل الإسرائيلي. النقطة الثانية والإشكالية الثانية أيضا أن هناك اتجاه يميني كبير في لدى الجانب الإسرائيلي في الشارع الإسرائيلي، يعني ليس هم أقلية بل أنا في اعتقاد هم أغلبية، لأن هؤلاء هم من أتوا بسموتريتش وبن غفير ونتنياهو، ورأينا كيف أن هؤلاء المستوطنين يدعمون بكل قوة آلة القتل الجماعي والاستمرار فيها، وبالتالي حتى الآن المعارضة الإسرائيلية أو الاتجاه المعارض لحكومة نتنياهو والذي بيرى أنها فشلت وأنها تقود إسرائيل إلى الهوية وأنه لابد من انتخابات مبكرة وتغيير هذه الحكومة، وطبعا منهم يائير لبيد وغيرهم، هي لم تصل إلى حتى الآن إلى القوة التي يمكن القول أنها هناك وقفة مع هذه الحكومة الحرب، أنها يعني تقود إلى مزيد من الدمار ومزيد من التداعيات للجانب الإسرائيلي، أنها تفتح أبواب الجحيم. ما زالت هذه المعارضة حقا هي ربما تبدو أقل قوة حتى ما يتعلق في مظاهرات أهالي الأسرى الإسرائيليين، هم لديهم قوة ضاغطة أيضا الحكومة، لكن حتى الآن بعد 8 أشهر يتم تهميش أو تجاهل مطالبهم سواء في إبرام صفقة أو هدنة للإفراج السلمي، وهلاك يعني هم بدأوا يتوقعون أنهم سيستلمون ذويهم جثث وليس أحياء في ظل تعنة نتنياهو، لكن على الأقل هناك اتجاه حتى من أهالي الذين قتلوا في 7 أكتوبر من الإسرائيليين، هم كلهم أيضا متضامنين تماما مع ما تقوم به حكومة الحرب الإسرائيلية في الانتقام الجماعي الهستيري، وهنا الإشكالية. وبالتالي يعني نقول أن رغم الفشل الزريع ورغم ما تكبده إسرائيل من خسائر ليست فقط خسائر في العسكريين الإسرائيليين، والتي حتى كما أشار المراسل هناك ضحايا يومية يتم الإعلان عن بعضها ولا يتم الإعلان عن الآخر، هناك أيضا أثار كبيرة، أثار اقتصادية، يعني الاقتصاد الإسرائيلي الآن وفقا للأرقام يعني خسر مقارب 100 مليار دولار، هناك توقف تام للسياحة ووقف تام للاستثمارات، شل الحياة في إسرائيل، هناك أيضا خسائر مهمة أيضا متعلقة بالهجرة العكسية من إسرائيل إلى خارج إسرائيل، يعني المعدلات التي كانت تقول بأن من يأتون من اليهود أو المهاجرين أو الإسرائيليين إلى إسرائيل خلال هذا العام هم تراجعوا بنسبة 90% طيب في مقابل تزايد أعداد المهاجرين إلى الخارج. إلى الخارج نعم، وهذا ما شاهدناه حتى في المطارات الرئيسية في إسرائيل في بداية حتى هذا العدوان على قطاع غزة. دكتور، لو تسألنا الآن عن موضوع المفاوضات، طبعا قولا واحدا الورقة المصرية كانت هي الأقرب للتحقيق والتي عرقلتها إسرائيل ويعني سدت الآفاق فيها وذهبت إلى عمليات عسكرية ربما لعملية التعمية أو الابتعاد عن هذا الباب، باب المفاوضات، ولكن بعد هذه الخسائر بعد 6 أو 7 أيام من هذه العمليات العسكرية التي عادت تنشط من جديد ضد القطاع وعادت المقاومة بصورتها المعهودة في بداية هذا العدوان، ما هو السيناريو الذي تتوقعه يمكن أن تذهب إليه إسرائيل في الأيام المقبلة؟ يعني اعتقادي أستاذ رعد أن السيناريو المتوقع هو يعني ينبثق من طبيعة ومنهج هذه حكومة الحرب الإسرائيلية، يعني على مدار 7 أشهر الماضية هي تتسم بالمراوغة، تتسم ب يعني وضع العقبات والعرقيل والتعنت، وكلما كان هناك يعني ربما انفراج لحد ما في جولات التفاوض والحديث عن قرب الوصول للهدنة تقوم بوضع العرقيل في نهاية المطاف، ودائما تضع التفاصيل والتفاصيل ثم تغرق في مزيد من العقبات والعرقيل، وهذه معروف لأن الهدف الرئيسي لهذه الحكومة ليس تحرير الرهائن الإسرائيلي، ليس الوصول إلى صفقة أو هدنة، ليس هدف استراتيجي، لأنها لو كان لديها رغبة أو إرادة حقيقية في تحرير هؤلاء الأسرى
وقف نزيف حتى دم الإسرائيل والخسائر لكانت أبدت المرونة الكافية في التعامل خاصة مع المقترح المصري الذي أنت كما أشرت هو كان الصيغة التوافقية الأفضل والأقرب للتحقق، وخاصة كان هناك توافق دولي، توافق أمريكي، توافق كل الأطراف على أن المقترح المصري بمراحله الثلاثة يحقق كل الأهداف ويحقق الصيغة التوافقية التي تقوم على تحرير الأسرى والرهائن الإسرائيليين، أيضا في المقابل تقود أيضا إلى وقف دائم لإطلاق النار ووقف نزيف الدم الفلسطيني باعتبار أنه الأولوية الأساسية للدولة المصرية في إطار أيضا أولوية وقف المعاناة وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني. لكن كما رأينا حكومة الحرب الإسرائيلية هي استغلت المفاوضات كوسيلة لكسب الوقت واستهلاك الوقت، محاولة فقط الظهور أمام أهل الأسرة بأنها مع مفاوضات وأنها مع حل سلمي وأنها مع هدنة لتحرير الأسرة، وأيضا مع الجانب الأمريكي الذي أيضا ضغط في هذا الأمر، وإن كان طبعا ضغطا ليس ضغطا حقيقيا، لكن على الأقل هو استغل هذا الهدنة للظهور بأنه مع يجاري هذه الضغوط فقط لاتخاذ الفشل في المفاوضات من خلال هو الذي أفشلها كذريعة للاستمرار في عملية رفح، لأن منطق هذه الحكومة هو التصعيد العسكري حتى وإن طال الوقت لا يهمها لا أهالي الأسرى الإسرائيليين ولا الأسرى، لا يهمها خسائر الجنود الإسرائيليين في الحرب، لا يهمها صورة إسرائيل أو التداعيات الاقتصادية، ليس كل هذا الهم، كل ما يهمها وفقا لهذه الحكومة هو الاستمرار في الحكم، الحفاظ على هذا الائتلاف الحاكم، لأن أو توقف قام دائما توقف الحرب وتوقف هذا العدوان والهدنة يعني محاكمة وانهيار هذه الحكومة سياسيا ومحاكمتها قانونيا، وبالتالي وفق كل هذه المعطيات والخبرة التي رأيناها في التعامل مع هذه الحكومة خلال الثمانية أشهر الماضية نستطيع أن نقول أن السيناريو لن يكون بعيدا عن هذا المنهج، يعني لا ننتظر تغير جذري في منهجها فيما يتعلق بالانخراط في هدنة ومفاوضات. أيضا هناك عامل آخر وهو ايضا لا ننتظر ايضا انخراطا او تغيرا حقيقيا في الموقف الامريكي في الدفع به حكومه نتنياهو ودفعها الى ابرام هدنه وصفقه ومفاوضات وقبول المقترح المصري، لان الجانب الامريكي ايضا هو ما زال يمارس دور الوسيط وهو يجلس في المقعد الاسرائيلي، هو كل يوم بخطاب هو متماهي تماما مع الجانب الاسرائيلي في القضاء على حماس، حتى فيما يتعلق بعمليه رفح عندما وضع نتنياهو خطوط الحمراء فيما يتعلق برفح لكنه شرط ويعني وضع خطوط خضراء بالمقابل وهو السماح برفح، ولكن فقط مجرد ان تكون هناك خطه موثوقه لاجلاء المدنيين، ولذلك حكومه نتنياهو تتحايل على هذا الخط الاحمر الامريكي وتنتقل للخط الاخضر من خلال الحديث عن ما يسمى الاجتياح الجزئي او يعني المربعات، جزء في شرق رفح تهجير حتى الان 100,000 ثم 400,000 يعني، وبالتالي تقول لامريكا انها لم تقم بعمليه شامله وبالتالي لم تتجاوز الخط الاحمر، وهذا ما اكد عليه المسؤولين الامريكيون جاك سيليفان امس وجون كيربي قالوا ان اسرائيل حتى الان لا نرى انها قامت بعمليه واسعه، وبالتالي هناك ضوء اخضر امريكي وهناك تنسيق على كل المستويات سواء المعلنه او غير المعلنه، وكما قال جالنت هناك يعني مشاورات واتصالات مع الجانب الامريكي ولكن في الغرف المغلقه، وبالتالي اسرائيل تسير بمنهج واضح، حكومه الحرب تسير بمنهج وهو يعني السيطره على قطاع غزه امنيا او يعني حتى عندما سيطرت على معبر رفح هو بيعكس هذه النوايا وهذا المخطط في وضع ترتيبات جديدة، الإدارة العسكرية، وضع سيناريوهات، كل هذا بيعكس أن هذه الحكومة لا يمكن المراهنة عليها فيما يتعلق بإبداء مرونة والقبول بمفاوضات، وهنا الإشكالية، وبالتالي الإشكالية الأخرى هو أيضا فيما يتعلق بالموقف الأمريكي، ولذلك السيناريو المتوقع هو أن هذه الحكومة تحاول البحث عن أي انتصار عسكري، هي تحاول نعم. تقول أنها سيطرت على رفح نعم. يعني في ظل هذه المعطيات عفوا دكتور وفي عجالة الآن جاءنا هذا الخبر بأن الشرطة الأمريكية تقتحم مبنى في جامعة إيرفاين بكاليفورنيا لفض اعتصام لطلاب يطالبون بإيقاف الحرب على قطاع غزة، في ظل هذه الأصوات التي تريد يعني إيقاف هذه الحرب، هذه الضغوطات الدولية والشعبية كيف تقرأها اليوم وأمريكا متماهية كل التماهي مع الموقف الإسرائيلي؟ بعجالة لو سمحت. أنا في اعتقادي هذه الضغوط هي ضغوط مهمة وأدت رسالة مهمة وأظهرت يعني الرفض الكامل للدعم الأمريكي لإسرائيل، أظهرت أيضا وحشية الاحتلال الإسرائيلي، لكن حتى هذه اللحظة نتكلم فيها هذه الضغوط لم تنضج بالشكل الكافي الذي يمكن أن تترجم في ضغوط حقيقية
تدفع إدارة بايدن للتحول الجذري في سياساته فيما يتعلق بوقف هذه الحرب ووقف على الأقل هذا الدعم المطلق لإسرائيل أو الضغط بشكل حقيقي على الجانب الإسرائيلي. وبالتالي ما طالما لم تتغير السياسة الأمريكية وتتخذ مواقف رادعة لا أعتقد أن مواقف حكومة الحرب الإسرائيلية ستتغير، لأن الطرف الوحيد القادر على الضغط على الجانب الإسرائيلي ورضعه ولجمه هو الجانب الأمريكي. وحتى الآن المواقف الأمريكية مائعة، هي فقط محاولة لاستيعاب الضغوط في ضغوط الشارع الأمريكي والاحتجاجات وضغوط الرأي العام من خلال التغير الخطاب السياسي فقط، لكن على أرض الواقع هي مستمرة في دعم إسرائيل، وهذا ما يشجع حكومة نتنياهو على تحدي المجتمع الدولي وعلى رفض المفاوضات والتعنت فيها والاستمرار فيها. وبالحديث عن هذا الموضوع، هناك اتهامات حتى نشرت اليوم في إندبندنت للرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه مشارك وفق تقارير أمريكية مشارك في موضوع المجاعة التي تفرض الآن على قطاع غزة. إذن الواقع الإنساني لماذا لا يؤثر على المزاج العالمي الدولي، على المزاج الأمريكي السياسي في التأثير أو في تداعياته على الأرض مع إسرائيل؟ اولا لماذا السؤال عن الجواب عن هذا السؤال لعده اعتبارات. الاعتبار الاول، المزاج الانساني الغربي هو في النهايه ذات ازدواجيه، يعني ان اذا حدث هذا الامر، هذا الجوع وهذا التجويع وهذا يعني المشاهد المأساوية التي نشاهدها لو حدثت في بلد اوروبي او شعوب اخرى لانتفض الغرب وتحدث، لكن فيما يتعلق به غير الغرب وغير الاوروبيين وغير البيض في نهايه المطاف لا يتحرك ساكن. راينا يعني مجازر، وراينا في دول كثيره في خبرات متعدده. هذا عامل. العامل الاخر، هناك بعض التيارات اليساريه التي يعني منظمات حقوق الانسان وغيرها هي من قبيل زر الرماد في العيون، تقوم باحتجاجات ومظاهرات لكنها لا تترجمها في ضغوط حقيقيه. ايضا فيما يتعلق بالسياسه الحكوميه الرسميه سواء الغربيه الامريكيه او غيرها، في نهايه المطاف هناك تسييس الانسانيه، يعني راينا عندما اصدرت محكمه العدل الدوليه قرارات مجرد فقط تطالب اسرائيل باتخاذ خطوات احترازيه، سارعت امريكا ومعها دول الغربيه الى وقف التمويل عن الانروا، وهم كانهم يعاقبون الجانب محكمه العدل الدوليه ويعلنون تضامنهم مع اسرائيل ويسيسون الانسانيه. وهذا كشف حقيقه هذا الغطاء الغربي وهذا القطعن الغربي، ان الحديث عن الانسانيه وحقوق الانسان وكل هذه الابعاد هي فقط مجرد محاولات لاظهار صوره غربيه للتدخل في مظله ظاهرها الرحمه ولكن في باطنها العذاب، للتدخل في شؤون الدول الاخرى تحت اعتبارات الديمقراطيه كما راينا في الربيع العربي وغيرها. وبالتالي لا نتوقع او نراهن ان هذه المشاهد الانسانيه يمكن ان تحرك الغرب بشكل حقيقي، ولن تحرك لولا وما يحركه بالتاكيد هو الميدان وربما انتصار صوت الحق وصوت المقاومه ضد هذه الاصوات. على كل حال انا اشكرك الشكر الجزيل الدكتور احمد سيد احمد، خبير العلاقات الدوليه، كنت معنا من استديوهاتنا في القاهره، شكرا لانضمامك معنا في هذه التغطيه. قال رئيس تحرير جريدة الجزيرة السعودية خالد المالك إن قرارات مهمة منتظرة خصوصا أو خاصة بالأوضاع في فلسطين واليمن والسودان سوف تصدر خلال القمة العربية في البحرين. وأكد المالك في لقاء خاص مع القاهرة الإخبارية أن القضية الفلسطينية ستكون لها الأولوية في مناقشات القمة لما تتعرض له من تحديات نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. نترككم مع هذا اللقاء ثم نتابع التغطية على رأس الساعة مع الزميلة بسانت أكرم. إلى اللقاء. ويسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الخاص الأستاذ خالد المالك، رئيس تحرير صحيفة الجزيرة السعودية ورئيس هيئة الصحفيين السعوديين ورئيس اتحاد الصحافة الخليجية سابقا. أهلا بكم على شاشة القاهرة الإخبارية. أهلا وسهلا أستاذ خالد. في البداية، كيف ترى مخرجات هذه القمة التي سوف تنعقد هنا في البحرين غدا؟ يعني بالنظر إلى التحديات التي تمر بها المنطقة والظروف الصعبة التي تواجهها بعض الدول في منطقتنا العربية، ومع الحالة الفلسطينية تحديدا والسودانية أيضا والوضع في اليمن، كل هذا طبعا يلقي بظلاله على هذه القمة ويشكل أهمية تاريخية للقرارات التي ينتظر أن تصدر عن هذه القمة العربية في البحرين. أستاذ خالد، ما الجديد الذي من المتوقع أن تخرج به هذه القمة لدعم الفلسطينيين وأيضا لإنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة؟ بالتأكيد يعني سيكون الشغل الشاغل بالنسبة
لمؤتمر القمة الذي يحضر الملوك وأمراء وزعماء وممثلين لهم في هذه القمة من قمم العربية. من المهم جدا ومن المنتظر ومن المتوقع أن تكون القضية الفلسطينية وحرب غزة تحديدا هي لها الأولوية بين الملفات التي ستكون منظورة أمام الاجتماع. وما هو متوقع طبعا أن تتبنى أو يتبنى القادة صيغة معينة لتحليل وتحريك هذا الوضع المتأزم في غزة، وهذا يتطلب طبعا إيجاد إما الدعوة إلى مؤتمر عالمي ينهي هذه الأزمة ويوقف إطلاق النار ويحد من عدد القتلى والمصابين الذين يعني يتزايد ويتصاعد عدد من يقتل ويصاب منهم، فضلا عن تهديم قطاع غزة شبه بالكامل. وهذا جانب. الجانب الآخر، سيكون هناك توصيات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وصولا إلى التأكيد على خيار الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولة لهم على أراضيهم في عام 67 وعاصمتها القدس. إسرائيل ترفض صحيح إيقاف إطلاق النار، ترفض إقامة دولة فلسطينية، تصر على احتلال قطاع غزة، تصر على إنهاء حماس، تصر على عدم التسليم بأي مقترح يصب في عملية السلام والاستقرار في هذه المنطقة. ولكن إصرار الدول العربية، تفاهماتها، استثمار علاقاتها، توظيف علاقاتها مع الدول الكبرى، ربما حرك الموضوع بالاتجاه الصحيح نحو إقامة الدولة الفلسطينية، وقبل ذلك نحو إيقاف دائم للقتال في غزة وتبادل الأسرى بين الجانبين. بالنسبة للمؤتمر الدولي المنتظر الدعوة إليه لإنهاء الأزمة في فلسطين وتنفيذ مشروع حل الدولتين، ما توقعاتك حول هذا المؤتمر؟ كما أشرتنا طبعا في إجابتي السابقة، إسرائيل تصر على أنها لا تقبل بإقامة دولة فلسطينيين، وتنظر لهذا الموضوع من زاوية واحدة، وهو أن إقامة دولة فلسطينية إلى جانب الدولة العبرية أو الإسرائيلية يعني زوال إسرائيل. هذه هي الطرح الإسرائيلي، والصيغة الإسرائيلية اللي دائما تتحدث عنها هو أن السلام مقابل السلام وليس السلام مقابل هذا الأرض، وهذا يعني تفريغ المطالب الفلسطينية والعربية من إقامة الدولة الفلسطينية. أمريكا الآن والدول الغربية تتحدث عن خيار الدولتين، لكنه حديث يتم وكأنه على استحياء، وكأنه ليس يعني توجه صادق وحقيقي، وكأنه فقط لامتصاص الغضب العربي والفلسطيني وبعض الدول العربية نتيجة الاحتجاجات التي تجري في الولايات المتحدة وتحديدا في الجامعات، وأيضا الضجة الكبيرة ضد هذه الحرب وضد هذا السلوك الإسرائيلي في كثير من الدول الأوروبية، رغم أن الحكومات في هذه الدول والقيادات في هذا تدعم إسرائيل بالسلاح وتدعمها سياسيا وتقف إلى جانبها في هذه المجزرة وهذه الإبادة في غزة. الحرب في غزة أثبتت أنه هناك ازدواجية معايير، ما المطلوب دوليا لإنهاء ووقف هذه الحرب الغاشمة على قطاع غزة؟ يعني الأمر واضح جدا، هناك قرارات دولية، هناك طبعا اتخذت من خلال مجلس الأمن، من خلال الأمم المتحدة، من خلال أيضا الاتفاقيات اللي تمت في أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، تؤكد على مشروعية مطالب الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في أرضهم المحتلة عام 67، وبالتالي المطلوب فقط أن تطبق هذه
القرارات وأن تلزم إسرائيل بها وأن تكف الدول الداعمة لإسرائيل عن الوقوف إلى جانب إسرائيل سواء كانت على حق أو على باطل، وهي دائما على أي حال على باطل، لأنها لا ترى في إحلال السلام إلا من زاوية واحدة وهي مصالح إسرائيل التي أحيانا تنظر لها بعين فكر ناقص، لأن مصالح إسرائيل يأتي من خلال الاستقرار ومن خلال إقامة دولتين، تتعايش إسرائيل مع دول المنطقة، تتعاون معهم في مع اعترافها بالدولة الفلسطينية وقبولها بها كجارة يتعاونون مع بعض. وما رؤيتك حول دعم القمة للأوضاع الملتهبة سواء في الدول العربية المختلفة كالسودان وليبيا وأيضا اليمن؟ يعني ضمن الملفات في القمة العربية في مملكة البحرين ستكون هناك قضايا أخرى الحقيقة مماثلة للقضية الفلسطينية، يعني ما يجري في السودان من حرب بين الجيش وبين الدعم السريع، هذه مشكلة كبيرة جدا أنهكت الاقتصاد السوداني، قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الجانبين، أيضا تهديم في منازل وطرق والبنية التحتية في هذه البلاد، أيضا انصراف صرفت هذه الحرب الدائرة الآن كل التنمية صرفت عن التعليم، تراجع الوضع الصحي، تراجع الوضع الاقتصادي، ولا بد من أن تتخذ القمة العربية قرارات حاسمة لإجبار الطرفين للعودة إلى جدة واستكمال المناقشات اللي كانت موجودة وصولا إلى طبعا إيقاف الحرب في السودان، هذا جانب. جانب الآخر لدينا أيضا اليمن والمشكلة اللي قائمة بين الشمال والجنوب، بين الحوثيين والنظام المعترف فيه بالنسبة لقيادة اليمن، ثم تمادي الحوثيين الآن وتعريض الاستقرار والأمن في البحر الأحمر والممرات، بما عرض مصالح الدول العالم ودول المنطقة اقتصاديا بحيث وتجاريا، بحيث لاحظنا يعني تأثير إطلاق هذه المسيرات والصواريخ على البواخر التي تجوب البحر نقل للبضائع والسلع والأشياء، هذه أيضا مشكلة ثانية. المشكلة الثالثة هي ليبيا، يعني طال انتظار إيقاف هذا التنازع بين قوى محلية وتداخل قوى أجنبية في الشأن الليبي، أنا الأول لإيقاف هذه المشاكل والوصول في الوضع في ليبيا إلى ما يعزز طبعا استقرارها وأمنها والتوجه نحو بناء الدولة بناء يضمن للليبيين حياة حرة كريمة بعيدا عن التجاذبات التي تجري الآن بين أطراف مختلفة. وما رؤيتك حول المخرجات الاقتصادية؟ هل سيتم الاتفاق على إعادة إعمار غزة وإعادة إعمار السودان بعد الحرب؟ يعني المؤتمر القمة الحقيقة يعني سيكون من ضمن أيضا الموضوعات المطروحة هي ملف الاقتصاد والتعاون بين دول المنطقة ومحاولة إيجاد شراكات بين الدول وإيجاد تحالفات بينها وتعزيز ما سبق أن تم الاتفاق عليه في مؤتمرات قمم سابقة، وهذا سينعكس ليس فقط على الدول المستقرة أو الدول الغنية وإنما سينعكس أيضا على الجميع بما في ذلك الدول التي تعاني من عدم الاستقرار في الدول العربية سواء في منطقة الشرق الأوسط أو المناطق الأخرى، وبالتأكيد يعني الجميع متفقون على أن هناك مصلحة للتعاون، هناك مصلحة لإيجاد صيغ جديدة إضافية تنسجم مع التطورات الاقتصادية والخيارات الجديدة والأعمال اللي جالسة تتم، لأنه الاقتصاد هو جزء مهم جدا في بناء تحالفات تقضي على بعض السلبيات السياسية والأمنية الموجودة في كثير من دول المنطقة.
أشكرك شكرا جزيلا. حياك الله، أهلا وسهلا، شكرا. ويسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الخاص الأستاذ خالد المالك، رئيس تحرير صحيفة الجزيرة السعودية ورئيس هيئة الصحفيين السعوديين ورئيس اتحاد الصحافة الخليجية سابقا. أهلا بكم على شاشة القاهرة الإخبارية. أهلا وسهلا أستاذ خالد. في البداية، كيف ترى مخرجات هذه القمة التي سوف تنعقد هنا في البحرين غدا؟ يعني بالنظر إلى التحديات التي تمر بها المنطقة والظروف الصعبة التي تواجهها بعض الدول في منطقتنا العربية، ومع الحالة الفلسطينية تحديدا والسودانية أيضا والوضع في اليمن، كل هذا طبعا يلقي بظلاله على هذه القمة ويشكل أهمية تاريخية للقرارات التي ينتظر أن تصدر عن هذه القمة العربية في البحرين. أستاذ خالد، ما الجديد الذي من المتوقع أن تخرج به هذه القمة لدعم الفلسطينيين وأيضا لإنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة؟ بالتأكيد يعني سيكون الشغل الشاغل بالنسبة لمؤتمر القمة الذي يحضر الملوك وأمراء وزعماء وممثلين لهم في هذه القمة من قمم العربية. من المهم جدا ومن المنتظر ومن المتوقع أن تكون القضية الفلسطينية وحرب غزة تحديدا هي لها الأولوية بين الملفات التي ستكون منظورة أمام الاجتماع. وما هو متوقع طبعا أن تتبنى أو يتبنى القادة صيغة معينة لتحليل وتحريك هذا الوضع المتأزم في غزة، وهذا يتطلب طبعا إيجاد إما الدعوة إلى مؤتمر عالمي ينهي هذه الأزمة ويوقف إطلاق النار ويحد من عدد القتلى والمصابين الذين يعني يتزايد ويتصاعد عدد من يقتل ويصاب منهم، فضلا عن تهديم قطاع غزة شبه بالكامل. وهذا جانب. الجانب الآخر، سيكون هناك توصيات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وصولا إلى التأكيد على خيار الدولتين وحق الفلسطينيين في إقامة دولة لهم على أراضيهم في عام 67 وعاصمتها القدس. إسرائيل ترفض صحيح إيقاف إطلاق النار، ترفض إقامة دولة فلسطينية، تصر على احتلال قطاع غزة، تصر على إنهاء حماس، تصر على عدم التسليم بأي مقترح يصب في عملية السلام والاستقرار في هذه المنطقة. ولكن إصرار الدول العربية، تفاهماتها، استثمار علاقاتها، توظيف علاقاتها مع الدول الكبرى، ربما حرك الموضوع بالاتجاه الصحيح نحو إقامة الدولة الفلسطينية، وقبل ذلك نحو إيقاف دائم للقتال في غزة وتبادل الأسرى بين الجانبين. بالنسبة للمؤتمر الدولي المنتظر الدعوة إليه لإنهاء الأزمة في فلسطين وتنفيذ مشروع حل الدولتين، ما توقعاتك حول هذا المؤتمر؟ كما أشرتنا طبعا في إجابتي السابقة، إسرائيل تصر على أنها لا تقبل بإقامة دولة فلسطينيين، وتنظر لهذا الموضوع من زاوية واحدة، وهو أن إقامة دولة فلسطينية إلى جانب الدولة العبرية أو الإسرائيلية يعني زوال إسرائيل. هذه هي الطرح الإسرائيلي، والصيغة الإسرائيلية اللي دائما تتحدث عنها هو أن السلام مقابل السلام وليس السلام مقابل هذا الأرض، وهذا يعني تفريغ المطالب الفلسطينية والعربية من إقامة الدولة الفلسطينية. أمريكا الآن والدول الغربية تتحدث عن خيار الدولتين، لكنه حديث يتم وكأنه على استحياء، وكأنه ليس يعني توجه صادق وحقيقي، وكأنه فقط لامتصاص
الغضب العربي والفلسطيني وبعض الدول العربية نتيجة الاحتجاجات التي تجري في الولايات المتحدة وتحديدا في الجامعات، وأيضا الضجة الكبيرة ضد هذه الحرب وضد هذا السلوك الإسرائيلي في كثير من الدول الأوروبية، رغم أن الحكومات في هذه الدول والقيادات في هذه الدول تدعم إسرائيل بالسلاح وتدعمها سياسيا وتقف إلى جانبها في هذه المجزرة وهذه الإبادة في غزة. الحرب في غزة أثبتت أنه هناك ازدواجية معايير، ما المطلوب دوليا لإنهاء ووقف هذه الحرب الغاشمة على قطاع غزة؟ يعني الأمر واضح جدا، هناك قرارات دولية، هناك طبعا اتخذت من خلال مجلس الأمن، من خلال الأمم المتحدة، من خلال أيضا الاتفاقيات اللي تمت في أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين تؤكد على مشروعية مطالب الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في أرضهم المحتلة عام 67، وبالتالي المطلوب فقط أن تطبق هذه القرارات وأن تلزم إسرائيل بها وأن تكف الدول الداعمة لإسرائيل عن الوقوف إلى جانب إسرائيل سواء كانت على حق أو على باطل، وهي دائما على أي حال على باطل، لأنها لا ترى في إحلال السلام إلا من زاوية واحدة وهي مصالح إسرائيل التي أحيانا تنظر لها بعين فكر ناقص، لأن مصالح إسرائيل يأتي من خلال الاستقرار ومن خلال إقامة دولتين، تتعايش إسرائيل مع دول المنطقة، تتعاون معهم في مع اعترافها بالدولة الفلسطينية وقبولها بها كجارة يتعاونون مع بعض. وما رؤيتك حول دعم القمة للأوضاع الملتهبة سواء في الدول العربية المختلفة كالسودان وليبيا وأيضا اليمن؟ يعني ضمن الملفات في القمة العربية في مملكة البحرين ستكون هناك قضايا أخرى الحقيقة مماثلة للقضية الفلسطينية، يعني ما يجري في السودان من حرب بين الجيش وبين الدعم السريع، هذه مشكلة كبيرة جدا أنهكت الاقتصاد السوداني، قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الجانبين، أيضا تهديم في منازل وطرق والبنية التحتية في هذه البلاد، أيضا انصراف صرفت هذه الحرب الدائرة الآن كل التنمية، صرفت عن التعليم، تراجع الوضع الصحي، تراجع الوضع الاقتصادي، ولا بد من أن تتخذ القمة العربية قرارات حاسمة لإجبار الطرفين للعودة إلى جدة واستكمال المناقشات اللي كانت موجودة وصولا إلى طبعا إيقاف الحرب في السودان، هذا جانب. جانب الآخر لدينا أيضا اليمن والمشكلة اللي قائمة بين الشمال والجنوب، بين الحوثيين والنظام المعترف فيه بالنسبة لقيادة اليمن، ثم تمادي الحوثيين الآن وتعريض الاستقرار والأمن في البحر الأحمر والممرات، بما عرض مصالح الدول العالم ودول المنطقة اقتصاديا بحيث وتجاريا، بحيث لاحظنا يعني تأثير إطلاق هذه المسيرات والصواريخ على البواخر التي تجوب البحر نقل للبضائع والسلع والأشياء، هذه أيضا مشكلة ثانية. المشكلة الثالثة هي ليبيا، يعني طال انتظار إيقاف هذا التنازع بين قوى محلية وتداخل قوى أجنبية في الشأن الليبي، أنا الأول لإيقاف هذه المشاكل والوصول في الوضع في ليبيا إلى ما يعزز طبعا استقرارها وأمنها والتوجه نحو بناء الدولة بناء يضمن للليبيين حياة حرة كريمة بعيدا عن التجاذبات التي تجري الآن بين أطراف مختلفة. وما رؤيتك حول المخرجات الاقتصادية؟ هل سيتم الاتفاق على إعادة إعمار غزة وإعادة إعمار السودان بعد الحرب؟
يعني المؤتمر القمة الحقيقي يعني سيكون من ضمن أيضا الموضوعات المطروحة هي ملف الاقتصاد والتعاون بين دول المنطقة ومحاولة إيجاد شراكات بين الدول وإيجاد تحالفات بينها وتعزيز ما سبق أن تم الاتفاق عليه في مؤتمرات قمم سابقة، وهذا سينعكس ليس فقط على الدول المستقرة أو الدول الغنية وإنما سينعكس أيضا على الجميع بما في ذلك الدول التي تعاني من عدم الاستقرار في الدول العربية سواء في منطقة الشرق الأوسط أو المناطق الأخرى. وبالتأكيد يعني الجميع متفقون على أن هناك مصلحة للتعاون، هناك مصلحة لإيجاد صيغ جديدة إضافية تنسجم مع التطورات الاقتصادية والخيارات الجديدة والأعمال اللي جالسة تتم، لأنه الاقتصاد هو جزء مهم جدا في بناء تحالفات تقضي على بعض السلبيات السياسية والأمنية الموجودة في كثير من دول المنطقة. أشكرك شكرا جزيلا. حياك الله، أهلا وسهلا، شكرا.